كلام بجد شد وجز خد وهات وهات وخد بس شوت عدي فوت لا ملعوبة حلوة مو ما تخافش على الأهل بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم إذا كان الحلم سيد الأخلاق فالقوي من يمتلك زمام نفسه إبراهيم أهلا بك يا باشمهندس أهلا بك أعزائي المشاهدين وموعد يتجدد معكم في لقاء الخميس والحلقة 689 من ملك وكتابة اللي بدأها المهندس عدلي بالدعوة إلى ضبط النفس خير والله ما يحدث على المشهد الرياضي في الفترات الأخيرة يعني محتاج أن احنا نركز قوي على نقطة ضبط النفس اللي الحقيقة الأهل يمارسه ولكن ما أحوجنا في هذه اللحظات لأن الحقيقة مش بس يعني داخليا وانت بتشوف المشهد والاستفزازات وتليح الكلام وقلب الحقائق ولكن لما تشوف أنا مش هخش في تفاصيل لما تشوف المشهد بتاع وداع الترجي يخليك تعرف ما خلف هذا المشهد عموما عشان كده هي حلقة مهمة هذه أبرز عناوينها مقالي ومقالوا يد تبني ويد ترفع الكؤوس الغربال ودي محتاجة توصية بعضمة لسانه حين يتكلم الأعدقاء الشموع الحمراء التتش المرجعية الأسطورية وفي أسرار الملك ملك الحركات وأخيرا مجلتنا من 40 سنة ده المحتوى اللي هنناقشه مع حضراتكم النهاردة بس النهاردة كابتن محمود الخطيب والسيد السفير السفير تونس في القاهرة السيد السفير محمد بن يوسف وطارق محمود قنصل تونس في مصر كانوا في استقبال بعثة الترجي في مطار القاهرة برئاسة السيد حمدي المؤدب رئيس نادي الترجي بكل الحفاوة والترحاب والتقدير اللي يساوي ويوازي ما استقبلت به بعثة الأهلي من السيد حمدي المؤدب في تونس وهذا ما أوحى إلي بهذه التقدمة تشعر أن هناك وهنا بالتأكيد من هو مستاء من هذا المشهد الحضاري للموقف الرسمي بين مصر وتونس والأهلي والترجي والمشهد الرياضي وقت يعني وما شاهدناه من مش حفاوة لا يعني تصرفات مسؤولة في أن تحاط بعثة الأهلي بكل سبل الراحة والحماية والدافع الذي دفع النادي الأهلي أنه يعني يرد هذه المسؤولية وهذه الحفاوة فيروح البعض بقى عن عمد مصدر لك بعض اللافتات اللي فيها استفزاز لمشاعر جمهورنا احنا هنا وكأنهم يريدون تصدير المشاكل عن عمد للعلاقة بين الناديين والدولتين في لحظة يائسة لظروف خاصة يعيشوها الشعبين في المجمل والقيادات في الخاص على أعلى ما يكون أيوة. وشفنا قيادات تونس في زيارة يعني قريبة ومشاعر التقدير والامتنان والحرص على التقارب والدعم المتبادل بين مصر وتونس أيوة. نيجي احنا في ماتش كرة بقى الأفاعي تطلع عايزة تلعب في الحتة دي أيوة. فالحكيم من يعني الحلم سيد الأخلاق والقوي من يمتلك زمام نفسه ما يستدركش بمثل هذه العبثيات
لا احنا فاهمين كويس قوي. واما الكرة فنحن لها باذن الله، ونعلم ان المباريات لا تكسب في وسائل الاعلام ولكن تكسب في الملعب وبالاستعداد الجيد وادراك يعني حجم المسؤوليه واحترام المنافس. والاهلي يحترم الترجي جدا 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 اداريا واجتماعيا ورياضيا وكل حاجه. ومن هنا تاتي مباريات الاهلي والترجي دائما وكانها نهائيات مبكره في كل الاحوال. صحيح. انا حبيت بس اقول الكلام ده عشان برضو ولادنا الحلوين يبقوا فاهمين اللعبه ماشيه ازاي. شبابنا الجميل الداعم للنادي الاهلي، وانا شايف نبره عاقله جدا جدا الفتره دي بسم الله ما شاء الله، فاهمين وعايزين يفوتوا اي العيب العيب، ومدركين للموقف الحقيقي في هذه اللحظات، وعارفين من وراء هذا العبث اللي هي يبدو انه موقف رياضي ولكنه اعمق بكثير. هو موقف لاستغلال الرياضه لتحقيق مآرب اخرى. مآرب اخرى. لكن الحقيقه الجمهور بمنتهى الوعي مدرك دوره ومدرك مسؤوليته، وكل اللي يهمه انه النادي الاهلي ان شاء الله تعالى يحقق هدفه، يتاهل الى نهائي دوري الابطال، يسعى الى احراز العاشره باذن الله. هذا الاستقبال الدافئ والحر جدا وتبادل الدروع التذكاريه بين الكابتن محمود الخطيب والسيد حمدي المؤدب وزير او رئيس نادي الترجي في حضور السفير التونسي السيد محمد بن يوسف يعكس عمق وحقيقه العلاقه الودوده جدا بين الاهلي والترجي كناديين كبيرين. لما الاهلي كان في تونس الاسبوع الماضي حتى الاعلام التونسي قال انه ما سبقش السيد حمدي المؤدب انه طلع المطار استقبل اي بعثه رياضيه الا مرتين، مره في 2010 وكانت لبعثه النادي الاهلي، والان وهي ايضا لبعثه النادي الاهلي. كمان الكابتن محمود الخطيب اعتقد حضراتكم ما عدتوش تشوفوا الكابتن محمود الخطيب في المطار لاستقبال بعثه، لكن اعتقد عندما يقابل الاهلي بهذه الحفاوه وهذا التكريم وهذا التقدير من الاشقاء في تونس فليس جزاء الاحسان الا الاحسان. مؤكد. و و و و وانا بقول لك يعني هذا الادراك والتلاحم بين جماهير الاهلي، انت عارف الجمهور كلما يعني ومؤكد حصل لك زي ما حصل لي هم اللي بينبهوا لنا بينبهونا الموضوع مخلصي. عشان كده كتبت لك هي دي محتاجه توصيه. يعني فاهم ازاي؟ تفاصيل. يعني مفيش يعني ما جريناش في التحفيل. أيوة. والكلام الفارغ. أيوة. ها ولم يستفزنا هذه اللافتات المشبوهه. الا قله تريد ان تاخذنا الى مسار مش هيحصل. احنا عارفين باذن الله ان المباراه هتقام في هذا السياق الرياضي باذن الله، ولعبتنا في حاله من التركيز والاحترام العميق جدا لقدرات المنافس. طيب بعثه الترجي وصلت بكامل لاعبيها زي ما حضراتكم شايفين. عنده تمرينه واحده بكره ان شاء الله في القاهره، ثم المباراه السبت الساعه 9 مساء. لكن النادي الاهلي مبكرا دخل المعسكر النهارده. مستر بيتسو موسيماني بعد التمرينه دخل في المعسكر، اختار اللاعبين الجاهزين محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، محمود وحيد واحمد رمضان بيكهام بعد شفائه، ورامي ربيعه وياسر ابراهيم وكهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف ووليد سليمان وايمن اشرف، بدر بنون وحسين الشحات والو ديانج وعمرو السوليه وصلاح محسن ومحمد مجدي قفشه، علي معلول واكرم توفيق وولتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور اجاييه. ده القايمه اللي دخل بيها. يمكن محمد هاني شفي واتمرن، لكن واضح انه راي مستر بيتسو موسيماني انه هاني غير مكتمل الجاهزيه الفنيه، وعنده ما شاء الله اكرم توفيق شفته واحد كان من ابرز نجوم مباراه رادس، وكمان احمد رمضان بيكهام شوفي ودخل القائمه، فبالتالي اصبح ما فيش قلق في الناحيه اليمين الحقيقه اللي اكرم توفيق ادى فيها على افضل واكمل صوره. ده تمرينة الاهلي الاخيره ثم دخوله المعسكر. التمرين على فكره شهدت ده تمرين امبارح، تمرينة النهارده يمكن كانت مقفوله لم يسمح فيها بالتصوير، لكن حضرها كمان النهارده كابتن مؤمن زكريا. وحشنا مؤمن زكريا، حضر النهارده عشان يؤازر زمايله ويرفع من معنوياتهم،
ويشد من أزرهم وقوبل بحفاوة وترحاب شديد جدا وسعادة من زمايله ومن الجهاز الفني ومن الكابتن سيد عبد الحفيظ. إن شاء الله يا مؤمن تكمل برنامجك العلاجي وبإذن الله تعالى ترجع وتملى الدنيا حركة وجري ولعب. ودايما بيقول لي هي مسألة وقت، فإن شاء الله يا مؤمن مسألة وقت بإذن الله. وأنت مؤمن؟ أيوة. وما أعظم الإيمان عندما يحتاج الإنسان لتجاوز المحن. هو ده، هو ده طوق النجاة الحقيقي. صحيح. دي كانت إطلالة خبرية سريعة، لكن البداية دائما وأبدا كما تعودتم مقالي وما قالوا، يد تبني ويد ترفع الكؤوس. متسلطن أنت. هو ده النادي الأهلي يا جماعة. بس ده تلخيص، تلخيص لما يجري واقع. أيوة. في كلمتين. أيوة. تلخيص واقع في كلمتين. محدش فاضي للكلام. أيوة. الكلام مش شغلانتنا. الأهلي كل دولاب العمل بتاعه شغال في اتجاه الإعمار والبناء وافتتاح المقرات والتوسعة في الفروع وخدمة أعضاء النادي في كل المقرات. هتشوفوا تفاصيل الحياة، وده ما بيشغلهوش عن الأجندة الرياضية المكتظة والحافلة اللي هدفها دايما وأبدا رفع الكؤوس وإحراز التتويجات. كابتن محمود الخطيب النهاردة في الجولة اللي حضراتكم شايفينها عمل ثلاث حاجات لخصت العنوان اللي المهندس عادلي عاجبه. كابتن الخطيب من مدينة نصر يتفقد مشروع جراج النادي في مدينة نصر، وده مهم جدا، وبقية المنشآت، ثم ينتقل إلى التجمع الخامس لمتابعة العمل على أرض الواقع اللي شغال بأسرع، ثم يتجه إلى مطار القاهرة. فيوم حافل، شوفوا الرياضة مع الإنشاءات مع العمل. دي مبدئيا يا باشمهندس مدينة نصر. مدينة نصر عايز أتوقف هنا عند موضوع الجراج ده. أيوة. يا أخي تزامن وتناغم رائع جدا. أيوة. في تحمل المسؤولية مع ما يحدث على أرض الواقع من جانب الدولة. أيوة. المنطقة دي لما تروحها، مدينة نصر لما تروحها، أنا يعني مش قادر أصدق حجم مدينة نصر. الجراج. الجراج. أيوة. مش قادر أصدق حجم الأعمال اللي بره النادي الأهلي بقى. كمية الكباري، الحتة اللي كانت عند شارع العقاد واللي عند مكرم عبيد والحاجات دي كانت كارثة. أيوة. النهاردة حجم الكباري اللي اتعمل. أيوة. في سلاسة تنزل في ثانية توصل، غير جغرافية المكان. لا بقى، خد بقى من عند مكرم عبيد لحد النادي الأهلي وما بعد النادي الأهلي. بقالنا في 3-4 شهور أو أكتر شوية عمل لا يمكن تتخيله، شوية أنفاق ومحاور وتغيير مسارات علشان السلاسة تكتمل وتوصلك ل الكباري والطرق السريعة اللي تم إنشائها. فهتشوف يعني عمل عبقري على أرض الواقع فيما يتعلق بالناحية المرورية. يأتي النادي الأهلي عشان يساعد في هذا الأمر ويعمل هذا الجراج. فالحتة اللي كانت اختناق بسبب إن عربيات الأعضاء مش لاقية مكان وسد الشوارع المحيطة بالنادي الأهلي هتساعد او هتجمل المرحله الاولى في الجراج يسع 700 سياره. هتجمل ما يحدث على ارض الواقع. انت هتشوف، مش هتشوف عربيه بعد كده بره. انت متخيل ال 700 عربيه دول لو في المحيط الخارجي للنادي الاهلي كانوا عاملين ازاي؟ صحيح صحيح. صحيح. ودي المرحله الاولى من المشروع. اهميه الجراج ده انه بيكمل العمل الرائع اللي بيتم بره اسوار النادي. كابتن خطيب مع المهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي لمجلس الإدارة، اطمن على إجراءات العمل وعلى أنه المجلس هيقدر ينفذ، وده اتساقا مع سياسة الدولة. انتوا شفتوا الدولة ليها مواعيد وتوقيتات، هتعمل ده في امتى؟ احنا دلوقتي مجلس إدارة الأهلي اول للتجمع. ساعة الانتخابات، خلي بالك بس عشان الناس ساعة الانتخابات قال لك هينجز كذا في قد كده، فبالتالي مشروع الجراج
في اقرب وقت هيتم افتتاحه. ما يحدث مشروع التجمع ده بقى حدوته تانية خالص. مجلس اداره النادي الاهلي لو تفتكروا الحالي برئاسه الكابتن محمود الخطيب لما استلم المهمه في 2017 كان في مشكله في الارض، الارض اشتراها المجلس الاداره السابق برئاسه المهندس محمود طاهر، كان في مشكله في الارض متجرفه وهتكلف النادي كتير جدا عشان يبدا يبني فيها. الحمد لله بجهود مجلس اداره النادي تم التواصل مع وزاره الاسكان على تبديل قطعه الارض، فغير الاهلي مكان قطعه الارض، استلم ارض مستويه في التجمع، بدا العمل فيها على قدم وساق سريعا. كابتن الخطيب النهارده والمهندس سامح علي الكامل في ارض التجمع، شوفوا في خلال الدوره ديت الامر وصل لفين اللي انتم شايفينه. ممكن اقول حاجه بس؟ اتفضل يا جماعه. ما قبل البناء اصعب مرحله، اللي هي ايه؟ البنيه التحتيه والتراخيص والرسومات الهندسيه، يعني الرسومات الهندسيه والتراخيص ثم البنيه التحتيه، فتاخد موافقاتك. انت خدت الارض الجديده وخدت الموافقات وعملت كل حاجه، ثم انطلقت مؤخرا في عمليه انك بقى تطلع فوق الارض. ايوه. ما نراه الان في هذه الجوله لا يصدق. عده شهور فقط اظهرت كل هذا العمل. انت لو تلاحظ السور اللي انت شايفه ده نفس الطابع بتاع كل الاسوار في كل المقرات، الشخصيه بتاعت الاهلي المعماريه ايضا. احد الوسائل الاستثماريه والتسويقيه. ايوه. رافد من روافد كل ده هيبقى اعلانات. ايوه. الجولة اللي بيتجولها كابتن الخطيب دلوقتي معاه الدكتور سعد الشلب المدير التنفيذي للنادي او القائم باعمال المدير التنفيذي والمهندس سامح علي كامل. هذه رؤية على ارض الواقع يا جماعة. بتعملوا ايه والامتى؟ شوفوا بقى اللي حاصل في التجمع عشان اقول لكم حجم الانجاز اللي شغال. مجلس لو التجمع باذن الله تعالى يفتتح خلال بضعة شهور، بس هيسجل بيه مجلس ادارة الاهلي رقم قياسي في مقرات النادي، وهقول لكم ليه. طبعا الجزيرة المقر التاريخي، لكن مدينة نصر تم بناؤه بين مجلسين. الشيخ زايد اشترى الأرض مجلس الإدارة برئاسة الكابتن حسن حمدي، بدأ الإنشاءات في عهد مجلس الكابتن حسن حمدي وقطع شوط كبير جدا فيه، استكمل وشطب وافتتح المهندس محمود طاهر ومجلسه، والكابتن محمود الخطيب ومجلسه بيستكمل منشآت الشيخ زايد. لكن التجمع هيبقى فيه رقم قياسي غير طبيعي في تاريخ مقرات النادي، انه تم بدء العمل. اولا اتغيرت الارض، فانت اول حفره عملتها مجلس الاداره الحالي، فان انت تنجز هذا المشروع بالكامل ويفتتح باذن الله تعالى خلال بضعه شهور. ده شكله المسجد ده ولا ايه؟ ده شكل انجاز. هقول لك انا المرحله دي الاعجازيه الحقيقه هيبقى فيها ايه. كابتن خطيب في هذه الجوله مع المهندس سامح علي كامل والدكتور سعد شلبي اطمنوا على كل ما يجري من انشاءات، تقريبا وصلت الى نسبه 80% من المشروع. ده استناد للمرحله الاولى الخاصه بانت بتستكمل بنيه تحتيه، بقى حاجه غير طبيعيه انك بتعمل بنيه تحتيه للفرع كله. هذا المشروع بالشكل الكامل بتاعه هيكون مستكمل كل اللي مطلوب، هيفتتح خلال بضعة شهور. مجلس لسه ما حددش أو ما أعلنش. المهندس سامح علي كامل خلال الجولة استعرض ما تم إنشاؤه أو تجهيزه حاليا، بيجري العمل على تشييد مبنيين اجتماعي وإداري، 8 ملاعب تنس، ملعب سلة، ملعب طايرة وكرة يد، وأربع ملاعب لكل لعبة، بالإضافة إلى ملعبين كرة كبار، ملعبين كرة قدم كبار، في أكاديمية للنادي وفي مبنى خاص بالأكاديمية على غرار فرع الشيخ زايد. هيتم تجهيز جراج داخل النادي أسوة بالشيخ زايد أيضا، يسع 600 سيارة لأعضاء النادي في التجمع. فمن زايد البداية ولا تقول مدينة نصر، ما خلاص مدينة نصر خلاص هتدخل في الجراج الداخلي، لكنه
المرحلة الثانية هتبقى يستكمل الجراج اللي خاص بالتجمع ل 950 سيارة، المرحلة الأولى 600 سيارة، يعني أنت مش بس بتعمل مقر، لا ده أنت بتساهم في حل مشاكل المرور وبتحقق السيولة المرورية لسكان التجمع. بتستبق المشاكل. بالظبط. الحلول تستبق المشاكل. اللي بيحصل يا جماعة على أرض الواقع ده شيء بقول لكم في خلال دورة عمل واحدة لمجلس الإدارة. لما تعرف إن الهيئة الهندسية بالظبط لازم تعرف السرعة جاية منين. الإيقاع والانضباط والإتقان والسرعة. وده من القرارات الرائعة اللي فيها بعد نظر إنك شورت كات كده، روح على الهيئة الهندسية وخلص دماغك. بالنسبة برضه للتجمع، يمكن المهندس سامح علي كامل قال إن الفترة الحالية بتشهد دراسة التصميمات الخاصة بحمام السباحة علشان يبدأ العمل في تنفيذه فورا والانتهاء منه في أقرب وقت. فأنتوا شايفين بنية تحتية كاملة، شايفين منشآت رياضية متكاملة، نادي مش مجرد فرق، أنت بتنشئ نادي جديد بملاعب الباسكت والهندبول والفولي وكرة القدم والأكاديمية وحمام السباحة اللي هيتم إنشاؤه، بالإضافة للمبنى الإداري والمبنى الاجتماعي ومبنى الأكاديمية كمان. كل الناس لازم تفهم كيف يمول الأهلي مشروعاته. كل فرع بيمول نفسه. أيوة. يعني أنت دخلت دلوقتي في التجمع قبلت أعضاء. أيوة. وحددت أيوة. الرقم اللي أنت عايز تقبله عشان تخلص المرحلة دي. أيوة. أيوة. والفلوس اللي جت أنت حطيتها على طول قبل ما تروح هنا ولا هنا. الشيخ زايد النهارده الاموال اللي بتتجمع فيه بتطوره وبتكمل منشاته. ايوه. ادي احنا شفنا العمل الضخم الهايل اللي تم في مدينه نصر. ايوه. الذي يعني برضه لا يصدق. أيوة. في الوقت القياسي اللي اتعمل. والتطوير ايضا اللي حدث في الجزيره. الجزيره يا جماعه اصعب مكان ممكن تحط فيه شغل يبان قوي. ليه؟ لان المساحه محصوره وتراثيه كمان وتراثيه لا وكلها العمليه 18 فدان ولا حاجه زي كده. فالنهارده فكره انك انت عايز تشيل المدرجات دي فكره يمكن من 15 سنه. صحيح. عشان توسع النادي من جوه. صحيح. ما انت عندكش حلول انك تتوسع على الاطراف. ولو كان يملك النادي الاهلي حلول انه يعمل جراج افقي كان عمل. الحل الوحيد في المنطقه دي، بس لازم التوقيت ولازم التصميم ولازم الموافقات في المتعدد الطوابق، انك تعمل جراج متعدد طوابق وهي دراسه وهاجس كل مره بيدرس، فانت مش سايب حاجه للصدف. يعني الحقيقه المجلس لو بالورقه والقلم كده والناس عايزه تقعد، يا ريت الناس تقعد تحاسبه. يعني انت كان كابتن صالح له كلمه، يا جماعه انتم ما بتحضروش الجمعيه العموميه، هي الجمعيه العموميه انتوا مفكرين انها بس للانتقاد؟ احنا عايزين لما نشتغل تيجي تقولوا لنا والله عملتوا كويس او وحش، توفيتوا اثرنا في ايه وانجزنا ايه، وفيتوا. فاعتقد يا ريت الجمعيه العموميه اللي جايه دي تبقى جمعيه لحساب المجلس عشان تنصفه. صحيح. لانه انا بقول لكم ده مجلس انجز هذا الاستاد او هذا الفرع حين افتتاحه باذن الله، ولان الجهود اللي شغاله والعمل اللي انتم شايفينه. دكتور سعد الشلبي يؤشر دخل في المعمعة على طول. خد على صدره. اللي حاصل دلوقتي في خلال بضعة شهور قبل نهاية عمل المجلس إن شاء الله يكون فرع التجمع جاهز لافتتاح المرحلة الأولى منه باستكمال البنى التحتية والمنشآت الرياضية اللي قلت لحضراتكم عليها، وساعتها يسجل التجمع رقم قياسي كمقر إنه يبنى بالكامل ويفتتح في عهد مجلس إدارة واحد. ده بيتسق مع فكرة الدولة وإيقاع عمل الدولة، إنه مفيش وقت للكلام، والإنجاز السريع بأعلى كفاءة وأقصر مدة هو ده اللي هيبني البلد، وهو ده اللي هيعمر، وهو ده فكر الإعمار بالمناسبة. أنتوا شايفين جهود القوات المسلحة المطلعة بهذا المشروع، إنك أنت بتشتغل في اليوم أكتر من 24 ساعة عشان تقدر تنجز قبل المواعيد المحددة. بص طبعًا. إنما لأن الأهلي بيعمل عمل مؤسسي. ايوه. فتبص تلاقي التواصل ناعم وكله بيكمل غيره. بالظبط. يعني ما بدا له من خلال المجلس طبعا. وتكلفاته العميد محمد مرجان مثلا. ايوه. اللي كان له دور في صحيح. في والدنيا لسه في معمعه جامده جدا. هذه السلاسه في انتقال المسؤوليه الاداريه من عمل ضخم جدا
وشاق جدا وجهد ملموس الى واحد تاني بيتسلم الرايه، بتفكرني بالرايه الاولمبيه كده، المشهد اللي بنشوفه في التلفزيون شعله اليابانيين هم عمالين الشعله. الاهلي يتسلم الشعله سواء على المستوى الاداره التنفيذيه او مجالس الادارات او في الكوره، هو ده العمل المؤسسي اللي في النادي الاهلي. ايوه المؤسسه هي اللي بتنجح، مفيش فرد، هو الفرد طبعا دوره كبير جدا، بس هو منضبط جدا في اطار العمل الجماعي. والعمل الجماعي لما يمتد بفكر الاعمار اتساقا مع توجهات الدوله لمنطقه زي التجمع، شوفوا الناس بدات تتكلم دلوقتي في التسويق العقاري، وانت سيد العارفين الى قيمه التجمع لوجود النادي الاهلي، وازاي الناس بتستغل وجود النادي الاهلي في التسويق ليها، وده قيمه الاهلي التسويقيه الاعماريه في كل مكان. طيب، شوف مدينه نصر راحت فين بعد النادي الاهلي، شوف الشيخ زايد بعد النادي الاهلي. ما خدتش بالك من حاجه بمناسبه الكلام ده؟ بس انا بحكم بقى حاجات كتير لقطتها وفي الكاميرا عماله تتجول، بتشوف الكومباوندز اللي بدات تظهر حوالين النادي الاهلي اهو. شوف هو ده يا جماعه، يعني هي بالصدفه ولا هو ده الدور المجتمع الحقيقي للنادي الاهلي اهو. دي مدينه نصر، دي مدينه نصر ده جراش مدينه نصر. انت رجعت لنا تاني من اول السطر بيفرجك على مدينه نصر كمان، يعني لأنه انت لانه الانجاز والاعمار اللي حصل في مدينه بس نصر برضو ده شغل كبير. لو جت التجمع هتشوف المشهد ده تقريبا. بصوا بقى، يعني لما يكون النادي شغال بكل هذا الايقاع السريع المنضبط، ما هو بيني وبينك حاجه متسق، انت عمال تاخدنا من مدينه نصر للتجمع، ولو نقلت هنا الشيخ زايد هتلاقي العمل سريع جدا، هتشوف نفس القصه. بص انا ساكن قدام ساكن قصادي وبحبه من الشباك كده، بشوف انت بتغني له ساكن قصادي وبحبه، بشوف حجم كمان الصالات والحاجات الجديده اللي اتعملت والفروع بتاعت البنوك اللي خلاص شغاله يعني الواحد مجمع الالعاب الصالات في الحقيقه هايل والله شيء جميل جدا. ده التجمع اهو المشهد، يا انت بتخبطوني ليه يا شباب اهو نفس الصوره. صحيح هو ده الاعمار يا جماعه، وهو ده الدور المجتمع الحقيقي والكبير للنادي الاهلي اينما وجد، بقيمته وبسمعته وبمكانته وبفكره كانت يد الاعمار. فاكر واحنا في الاقصر لما اتقال لك بمجرد ما النادي الاهلي جه وافتتح رئيس جهاز مدينه الاقصر قال لك بعنا كميه اراضي لشركات أيوة حوالين النادي الاهلي، على طول التنميه بتشتغل. يحدث رواج. صحيح. يعني دايما الخير في ركابك يا اهلي، ويعني ويعني ترس من التروس المهمه جدا التي تتحقق من خلال اهداف بلدنا الجميله. ده الاهلي وده قيمته وده تواصله، وعلى فكره تواصله حتى، لانه اسعدني جدا من يومين لقيت راجل اعمال اردني اكتشفت انه عضو في النادي الاهلي، استاذ خالد سعيد الجعبري، عايز يقابل الكابتن محمود الخطيب، وبيقول له يعني انا عندي من التقدير والحب والرغبه في ان انا انقل لك سلامات من والده الاستاذ سعيد الجعبري، واكتشفت انه استاذ سعيد الجعبري عضو في النادي الاهلي نقلا عن والده. يعني اسره اهلاويه عضو في النادي، اعضاء في النادي من الستينات. جه الاستاذ خالد الجعبري استقبله الكابتن محمود الخطيب، اهدى للكابتن الخطيب تذكار فيه كلمه عشان تشوفوا يا جماعه قيمه الكابتن محمود الخطيب. مش احنا مش بنتكلم على المصريين، بنتكلم على الاشقاء العرب، بنتكلم على الاردن الشقيق. استاذ خالد الجعبري بيهدي الكابتن الخطيب درع تذكاري، عارف كاتب الاسطوره الكابتن محمود الخطيب، ان تفانيكم في عملكم هو سر نجاحكم، وان اخلاقكم الكريمه هي سر تواضعكم، مع كل الاحترام والتقدير، سعيد الجعبري الاردن عمان. ربط الخلق الرفيع بالتواضع مهم جدا. ده درع التكريم، كابتن خطيب اهداه درع النادي الاهلي وعلم النادي الاهلي، ووجه له شكر كتير على مشاعره الطيبه الاهلاويه قوي كمان. من اجمل الصفات التي يتحلى بها الانسان انه مهما يعلى يتواضع،
مهما يكبر يصغر أمام المسؤولية ويصغر أمام العمل العام ويصغر أمام جبر الخواطر. أيوة. ويصغر يعني قيم إنسانية نبيلة. فالحقيقة احنا بنتربى كده والخطيب بتربى كده وهو بيترجم هذا. ولما بيكون حد قدوة بقى يترجم هذه المعامل يعني المعاني النبيلة ده، ولا تقول لي بقى جامعة ولا كلية، النموذج والقدوة بيأثر في عشرات أقول لك مئات الآلاف والملايين، عشرات الملايين، إن بالقدوة أنت تشوف القدوة قدامك كده عايز تبقى زيه. والله أنت لمست نقطة فعلا هي ديت، لأنه الأستاذ خالد الجعباري بيقول للكابتن الخطيب يا كابتن أنا مواليد 89، حد سنة مبطل، حد اتولد بعد الكابتن الخطيب مبطل. يعني كابتن الخطيب وهو لعيب، يمكن المهندس عدلي اداني صورة أو طلب فيه صورة، هقول لكم على مهارة الكابتن الخطيب بس وشغفه بالكورة ولمساته. بس انتم متخيلين ان في شاب يجي من الاردن خصيصا عشان يقابل الكابتن الخطيب عشان يعبر له عن كل هذا الحب نقلا عن عائلته، وهو ولد بعد ما الكابتن الخطيب اعتزل. بس هي دي القدوه، وهو ده النموذج اللي احنا بنهديه ارجوكم لكل الرياضيين. هتبطل انت بتلعب وهتبطل يعني يوم. هو النادي شوف الاهلي، ايه اللي بيستمر وايه اللي بتقدمه للمجتمع وايه اللي بتقدمه للناس وللاخلاق. هي مش نشاه النادي الاهلي اتبنت من خلال نماذج، احنا ليه حريصين نقدم النماذج الرائعه منذ تاريخ انشائه؟ لان الحقيقه كلهم الهموا الاجيال اللي بعديهم. ايوه يعني كل واحد الهم اللي بعديه انه يكمل كده، فتجد ولاد النادي الحقيقيين ترجمه حقيقيه لهذا المناخ. ايوه فلما يجي يقول لك راضع من نجله الاهلي، مش معنى كده ان هو اتولد عضو في الاهلي، لكن اخلاقه ايوه وتاسيه وتاثره ايوه ثم محاولة أن يكون هو بذاته. بص بقى الصورة اللي أنت بمناسبة ده أنك كابتن الخطيب اعتزل وشغفه بالكرة، دي لقطة أعتقد كانت في مباراة برا مصر، لأنه اللي في الخلفية هناك الدكتور خالد محمود طبيب الفريق في الجهاز السنة اللي فاتت. كابتن الخطيب هو خارج من الملعب لقى تقريبا ممكن تكون كمامة، سودة شكلها كمامة، شغوف بحتة تنطيق للحاجة. أنت بتسألني تقول لي ايه دي اتبعتها لي ليه؟ قلت لك انا مش بعتها لك عشان اترجم مهاره الكابتن الخطيب بس، انا عايزك تشوف نظره الذهول على الدكتور خالد. بصوا يا جماعه وراه الراجل، يعني دي بقى لا فوتوشوب ولا بتاع، الراجل بص ايه اللي بيحصل قدامي ده. إيه ده؟ المنظر ده انا مصدقه ليه؟ انا شفته وانا قلت لك قبل كده الكنز اللي عملها كده واحنا في المنطقه، ده الكنز عاليه شويه ده المنديل. وبعد كده انما لما تبقى حته قماش يقدر ينطرها وينطقها وهو ماشي بيعمل اكنه بيتنفس، يعني مفيش مجهود. شوفوا الدكتور خالد هتحطها تاني والنبي الناس تبص على عينين الدكتور خالد. يعني الفوكس لو يجي انا دي يعني انا جايبها عشان نظره الدكتور خالد دهشته، ترجمت لي يعني احساسه ايه ده اهو شايف. طيب شوفوا بقى قيمه الاهلي، لانه في برضه واحنا بنتكلم على التاثير في المجتمع وبنتكلم على قيمه النجوميه وبنتكلم على القيمه حتى التسويقيه، ومعرفش ليه الاعلام بتاعنا والاقي بعض المذيعين لسه بيسالوا السؤال هو مين شعبيته اكتر. ما احنا دي المهمه، والهدف باستمرار الانتقاص من حجم شعبيه النادي الاهلي. يا جماعه ما يتم قياسه علميا ما ينفعش معاه الهري والهبد والرك. يا علميا ايه انا استاذ ابراهيم المعيار اللي حرقهم ايه؟ هو الاهلي ليه بياخد فلوس اكتر والرعاه بتجري عليه؟ عشان شعبيته اكتر، دي مش عايزه اثبات. طيب بص يا استاذ ابراهيم بس طيب. والنبي عايز اتوقف هنا لحظه واحده. طيب. الموضوع يا استاذ ابراهيم هم عمالين يضربوك في ثوابتك. العمليه ابتدت في قيمك من سنتين ثلاثه. يعني ايه قيم الاهلي؟ يعني وللاسف الشديد استدرك بعض ما ينتمون الى النادي الاهلي في هذا الامر. مش قادر يستوعبوا يعني ايه قيم النادي الاهلي وتقاليده وقيمتها ايه؟ قيمتها انك انت تبقى قدوه، قيمتها انك انت تبقى الناس بتحكي وعشان تربي اولادها. لا لا لا، لو عايز تلعب في الاهلي ما تقدرش تعمل كده. طب اسكت بقى عشان ما اقولش للكابتن فلان. طب اعمل كده عشان اوديك تسلم على فلان.
فتجد ان عملتك في التاريخ تتكعبل في 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 عمر لطفي وثروت عبد الخالق ثروت وجعفر والي والتتش وصالح سليم وحسن حمدي والخطيب دلوقتي رموز مرورا مش دول لعيبه كره مرورا حتى بكل المدنيين واللي بقوا رؤساء نادي هتجدهم عندهم هذا الفريق مرتجي كمال حافظ الوحش وهكذا كل دول جري وحافظوا على سر تفوق النادي الاهلي هو ده اللي عمل له الشعبيه هو ده اللي مع البطولات طيب انا الحقيقه بحيي الزميل العزيز الاستاذ ابراهيم داوود لانه كان ضيف في احد البرامج وعمال الراجل يرد وعمال يقابل هري وهبد كتير ملوش اي لازمه لدرجه عمال يقول لهم يا جماعه ارجعوا المركز بصيره الناس برضو ما عندهاش لا بصر ولا بصيره ولا عايزه تسمع الحقيقه يا جماعه هي عارفه الحقيقه استاذ ابراهيم اوعى تفتكر انهم مش فاهمين طيب ليه اللي مش فاهمين مركز بصيرة ده أحد مراكز قياس الرأي العام المعتمدة من قبل مجلس الوزراء يعني له صفة رسمية وله صيغة محترمة في البلد الجاهل يروح يسأل واللي مش عارف يروح يتعلم واللي مش مدرك حجم وقيمة النادي الأهلي يسكت لكن هذا القياس لاتجاهات الرأي العام الرياضي في مصر وفقا لمركز بصيرة من كام سنة يعني دلوقتي ما شاء الله النسبة زادت بس أعلن انه في 72% من المصريين اهلاويه و21% بيشجعوا الزمالك ده اللي اعلنته دراسات مركز بصيره فاكرين في مجلس الاداره السابق لما جت شركه صله السعوديه تتنافس على حق رعايه النادي الاهلي فشركه عربيه ادينا ما بنقولش الاهرام ولا بنقول الشركات المصريه شركة سعودية تيجي تدخل في المجال بص يا استاذ ابراهيم بس عشان عايز والفئات الاكبر سنا هي الاكثر تشجيعا للزمالك يعني الزمالك 21% من ال 21% دول النسبة الاكبر لكبار السن هو ده مربط الفرس الجملة دي اللي محسساهم بالمشكلة ايه المشكلة؟ ان الاجيال الحديثة في الاغلب والاعم حتى على الخليج انت نفس الكلام ده هتلاقيه هناك ايوه فتبص تلاقي يقول لك 200 مليون عربي ايوه ولا 150 مليون عربي بيشجعوا الزمالك في فترة ما عندما كان المدربين بتوع الزمالك في الامارات تحديدا وبعضهم في السعودية ثم بعضهم ذهب الى الكويت كانوا عاملين علاقات وكانت الناس ممكن بتشجع لكن لما وسائل التواصل الاجتماعي والاعلام وبث الماتشات والناس بقت احنا بقينا في قريه لدرجه ان الانديه الاجنبيه ليها مشجعينها هنا ايوه هو الانديه الاجنبيه سوقت لنفسها هنا لكن التواصل ده خلاص ما بقاش فيه حاجه لما الدنيا اتشافت على المكشوف كلها الاهلي بقى اكتسح ودي المشكله اللي هما بيحاولوا يضربوها دلوقتي طيب شفنا لما يكون مركز بصيره يقول لك 72% حجم شعبيه النادي الاهلي في مصر قلت لكم شركه صله السعوديه لما جت تستثمر في مصر عشان تدخل السوق المصري الرياضي هتخدع نفسها دي جابت شركه ابسوس شركه ابسوس يا جماعه تاني اكبر شركه في العالم في قياسات الراي العام شركه فرنسيه وليها عمل في كل الدول بس رئيس مجلس ادارتها اهلاوي الفرنساوي الفرنساوي ولا اسال الفنان الكبير هو هيقول لك اللي عطل طياره بايرن ميونخ فابسوس عملت دراسات للراي العام في مصر علشان بتكليف من شركه صله اللي هتشتغل في السوق المصري فكانت النتيجه قاعدين لا اهرام ولا اخبار كانت النتيجه انه ابسوس تقول ان مصر فيها 50 مليون مشجع للكوره مشجع ناشط يعني في 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 استمارات قياس الراي العام بيتسال المشجع انت اهلاوي ولا زملكاوي انت بتشجع مين اخر ماتش شفته عشان يقيس مدى شغفه واهتمامه فتطلع انك انت عندك 50 مليون مصري بيشجعوا الكوره فيهم 40 مليون اهلاوي 40 مليون اهلاوي من ال 50 ده حسب شركه ابسوس وشركه نيلسون سبورت
وبليند فاير الثلاث شركات اللي اشتغلوا على هذا الملف لخدمه شركه صله السعوديه. انت عارف وده الاهلي ملوش علاقه بيه. الكلام اللي اتكتب دلوقتي هيقول لك هي بصيره قالت 72% ها ولا مليون، وهنا ابسوس بتقول لك 40 مليون. دي بترد على اللي كان قاعد يهابر مع ابراهيم داوود واعلاميين اخرين كانوا يقول لك هو اللي بيقولوا 70 مليون و40 مليون دول ناسين في كم طفل في مصر، وكان في كم راجل عجوز وكم واحد مش مهتم بالكوره. ابسوس قالت لك اهي من ال100 50 بيحبوا الكوره. ايوه بالظبط 40% يعني 80% من اللي بيحبوا الكوره عايز تخليهم 50، عايز تخليهم 100 مليون، عايز تخليهم 10%. 80% من اللي بيحبوا الكوره ومتعلقين بيها بشكل مباشر اهلاوي. بس الراجل ده تاني قال حاجه بتتكرر، ودايما بنحب نرجع للمنطق يا جماعه. لا بس في 150 مليون واحد بيحبوا الزمالك في الخليج. ايوه وبعدين فتحوا المزاد قال 100، قال لا 150 150 مليون واحد في الخليج قبل ما يخلص وما لهمش دعوه بالاهلي، ما بيحبوش الاهلي بالعكس. قال لك ايه وصلت 200 واحنا وهم يعني نايمين عارفين. بصوا اخر دراسه اتعملت لمركز الاحصاء الخليجي مش المصري، الخليجي، عدد سكان الدول العربيه الشقيقه في الخليج اللي فيهم 150 مليون بيكرهوا الاهلي وبيحبوا الزمالك. عارفين كل دول الخليج مجتمعه حسب مركز الاحصاء الخليجي كلهم قد ايه؟ خدوا بالكم فيهم 150 مليون بيكرهوا الاهلي وبيحبوا الزمالك. فتكتشف انه مركز الاحصاء الخليجي بيقول لك كل دول الخليج عدد سكانهم بالظبط 57 مليون و4 من 10. طب ايه المشكله؟ منهم 150 بيشجعوا يعني 57 مليون منهم 150 مليون بيكرهوا الاهلي وبيشجعوا الزمالك. مش بس ده حتى لو نبص للرقم نفسه ل 57 مليون، اديكم شايفين عدد سكان الدول على فكره. اعلاهم المملكه العربيه السعوديه 34.2 من 10 مليون، واقلهم قطر 1.5 مليون نسمه. طيب عارفين ال 57.4 من 10 مليون؟ المركز بيقول نسبه الذكور 159 لكل 100 من الاناث، يعني بالظبط فيه 21.9 من 10 من سكان الدول ديت 22% أطفال تحت سن ال 15، والسيدات 38%. يعني السيدات 38% والأطفال 22% من كام؟ من 57.5 أو أقل من النص. أدي 60%، يعني 40% من ال 54%، يعني هنقول 20% بس بيحبوا الكوره. منهم يا اخي 150 ولا 200 مليون ما بيحبوش الاهلي وما بيحبوش. انت مستغرب ايه اللي يخليك عارف زي ايه؟ زي لما اسمع بس، بعد طياره ميونخ ما تستغربش على حاجه. بعد ما ان النادي الاهلي خلى النتيجه كورونا ايجابيه بتاعت نادي الزمالك. ايوه والنتيجه سلبيه. الله ما اي حاجه تتقال، تعرف اي حاجه تتقال لهم تروح بس راسهم مطبطب عليهم تقول لهم انتوا عندكم حق احنا غلطانين. ما هو ما فيش اعلى من كده، هيروحوا فين؟ يعني ما اقول لك 150 و200 من 20 مليون بيحبوا الكوره. هنطلع لفاصل وبعد الفاصل نتواصل. اهلا بحضراتكم جديد. ما تخافش على الاهلي، ما تخافش على الاهلي بجد، ما دام انت شايف كل هذه الجهود اللي بتعمر وبتبني في كل مقرات النادي بكل هذا التوسع وبكل هذا الحرص الشديد بايقاع عمل عالي جدا وبكفاءه عاليه جدا، وفي نفس الوقت اجنده رياضيه ماشيه بمنتهى الانضباط، كل هدفها منصات التتويج على اعلى مستوياتها. في الخطه الانشائيه خلينا نروح مع حضراتكم للمهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي لمجلس إدارة النادي عشان يستعرض ما يتم إنجازه على أرض الواقع في مدينة نصر
حيث الجراج اللي هيحل كل مشاكل المرور لأعضاء النادي وأيضا فرع النادي الجديد في التجمع. نشوف تقرير المهندس سامح علي كامل. محمود حريص جدا كل فترة يجي الأماكن المختلفة الأفرع المختلفة بيشوف بنفسه إيه اللي على أرض الواقع. هو جه النهاردة لف معانا لفة تفقدية في المكان كله، شاف عناصر المرحلة الأولى بالكامل اللي هي المبنى الاجتماعي والمسجد وملاعب سلة وطايرة ويد وخماسي وكرة قدم للأكاديمية، غرف حلق الملابس والأعمال البنية التحتية بالكامل اللي خلصت والأسوار اللي خلصت بالكامل، البوابتين الكبار اللي هم زي أهل مدينة نصر نفس الروح أهل مدينة نصر. كان حريص يتفقد يشوف الدنيا ماشية إزاي. الحمد لله يعني الأمور كانت كويسة الحمد لله، وشافه اطمن بنفسه على الموقع، لف على كل مكان بعينه يعني في كل موقع راح تفقده بنفسه شخصيا، والحمد لله اطمن لسير العمل فيه. البلد نفسها مرت بظروف صعبه جدا، وعلى الرغم من كده النادي الاهلي في الافرع المختلفه وانتم معانا بتصوروا انا شايف انه شغال بمعدل قوي جدا يحسب لمجلس الاداره وكابتن محمود اعضاء مجلس الاداره بالكامل. طيب المهندس سامح علي كامل وهو يقدم تقرير مختصر سريع عن اعمال على فكره الحاجه اللي هتبقى مبهره عشان بوابة النادي بالنسر في التجمع. ايوه طبعا، لانه هيفتتح بالنسر ده شخصية السور بالبوابة الشخصية المعمارية. اذا كان يا استاذ ابراهيم استعرضنا اليد التي تبني في الانشاءات، هناك يد اخرى تبني ولكن في البشر في الانسان. كيف اهتم النادي الاهلي في بناء المنشآت وايضا اهتم في بناء الانسان والشباب والمواطن الصالح؟ معانا رئيس لجنه الشباب اللجنه او اللجان العليا في النادي الاهلي على الهواء الان، المهندس وليد مبروك متولي. وليد مبروك متولي ابن الراحل العظيم مبروك متولي وكيل النادي الاهلي. باشمهندس وليد اهلا بيك. اهلا بك يا استاذ ابراهيم. تحياتي وتحيات المهندس عدلي. اهلا بك يا باشمهندس. اهلا بك يا استاذ ابراهيم. اهلا بك. أنا هقول لك يا وليد لأنك أنت مش زي ابني، أنت ابني. طبعاً يا باشمهندس. وأعلم جيداً، ولكن أنا الأوان أن يعلم معي كل المهتمين بالأهلي ومستقبل شبابه وأبنائه ماذا يحدث فيما يسمى باللجان اللي في النادي الأهلي اللي سيادتك في صمت وصبر وعمل دؤوب تحملت رئاسة اللجان بتاعة الشباب في النادي الأهلي. دينا فكرة اللجان دي بسرعة نوعيتها ايه، وبعدين في حاجتين انا مهتم بيهم جدا اللي هو محو الأمية والاحتياجات الخاصة، عايز اسمع منك. هو مبدئيا يا استاذ ابراهيم احنا زي ما انت عارف احنا اللجنة العليا، اللجنة العليا دي بترأس 7 لجان تحتيها، هم لجنة ذوي الهمم ولجنة المرأة ولجنة الطفل ولجنة الشباب واللجنة الثقافية ولجنة الرواد ولجنة النشاط الرياضي الترفيهي. زي ما انت اتكلمت كده وتفضلت، احنا كلجنة عليا مسؤولين عن احنا نشغل 7 لجان دول. احنا كنا خدنا موافقة من سنة كده ان اللجان بدل ما تشكيلها يكون عدده 10 نخليهم 15 عشان نوسع قاعدة المشاركة. فاحنا عندنا دلوقتي 7 لجان، في كل لجنة فيه 15 واحد عبارة عن رئيس ومقرر ومعاهم 13 تشكيلهم يعني من الشباب والمرأة والرجال. يعني بسرعة كده يعني احنا نتكلم يعني في الفترة الأخيرة دي احنا بنشتغل على حاجات متنوعة. يعني لو مثلا مسكنا اللجنة اللي حضرتك قلت عليها، أول لجنة ذوي الهمم، هي اللجنة المحببة لقلبي، يعني أكتر لجنة الواحد بيحس إن هو بيشتغل فيها هو مبسوط. يعني احنا عادنا تشكيلها تاني وحطينا فيها أعضاء جداد لأنها كانت عددها صغير شوية اللي موجودين فيها، وجبنا ناس متخصصين وشغالين على مشروع كبير دلوقتي، جايبين فيه مخرج متطوع الأستاذ فيصل الشناوي ومع عضو النادي الأستاذ أحمد عواد، دول متطوعين إن هم يدربوا الولاد ذوي الاحتياجات الخاصة على أعمال مسرحية وغنائية ورسم. وإن شاء الله أنا أوعدك في شهر 10 تقريبا اللي جاي إن شاء الله، ممكن قبل كده هنعمل حفل كبير جدا وعرض محترم هيقدمه الولاد من ذوي الاحتياجات الخاصة زي مسرحية متكاملة، وهتبقى حاجة هنفتخر بيها كلنا إن شاء الله. لو نحب نتكلم عن لجنة المرأة بالإضافة لأنشطة المعتادة بتاعتها، الشغل الترفيهي، شغل على ملف الصحة مع حملة 100 مليون صحة برعاية استاد رئيس الجمهورية، الحاجات دي احنا عندنا محو الأمية وده مشروع قومي. أحب أقول لك وأبشرك إن احنا عندنا الشهر الجاي
يوم 11 يوليو في مقر زايد ويوم 14 يوليو في مقر الجزيرة هنمتحن 60 عامل من عمال النادي اللي مش بحب أقول اللي بيمحوا أميتهم اللي بيستكملوا تعليمهم، وإن شاء الله هنبقى نجحنا في استكمال تعليم 30% من العمالة اللي بنستهدفها داخل النادي الأهلي. هايل. لو بنتكلم على مثلا لجنة الطفل بتبتكر دايما حاجات اللي هي بتشتغل على ازاي اعلم الولد وهو صغير ادخله في ايه. يعني احنا مثلا الاسبوع اللي فات كان عندنا حاجة اسمها متجر طفل في الشيخ زايد، وهنعمله بكرة تاني في الجزيرة. الولاد بتجيب الحاجة اللي عندها اللي هي مش بتستعملها، حاجة هو بيعرف يعملها، وبيقعد بنعمل له زي لوكيشن كده صغير بيقعد فيه يحط حاجته قدامه من غير ولي امره خالص، وبيبيع للاطفال الاخرين اللي هو مش محتاجه. بتعلموهم التسويق بدري بنعلم ان شاء الله. يعني دي برضو من الحاجات الحلوه عندنا. الاسبوع الجاي ندوه لتعديل سلوك الاطفال مع ورشه عمل يقدروا يشتغلوا على الحته دي دايما فيها. عندي مثلا موضوع لسه النهارده متكلم فيه مع الدكتور سعد شلبي، واخد موافقه مبدئيه ان احنا هنعمل بطوله عائله الاهلي الوديه للشطرنج برعايه اتحاد الشطرنج. وانا اتكلمت مع رئيس الاتحاد مشكورا، والراجل هيجي لنا يوم الاحد وهو متبرع بان هو يجيب كل الادوات والحكام وكل حاجه، وهنعمل بطوله ان شاء الله كبيره جدا في النادي الاهلي بالتعاون مع اللجنه العليا ولجنه الشباب يعني في النادي. احنا بنحب نشتغل على مبادرات الدوله، يعني عندنا الاسبوع الجاي مثلا المبادره بتاعه درجتك صحتك بتاعه الوزير اشرف صبحي اللي هي برعايه سياده الرئيس في قامه رئيس الجمهوريه. يعني احنا هنشتغل واحده زيها في نطاق الشيخ زايد. هنعمل حاجه ماراثون دراجات حوالي 100 شاب، يعني مستهدفين 100 شاب هيروحوا من مقر النادي لغايه طريق المحور ويرجعوا تاني بالدراجات. اللجنه الثقافيه الاستاذ خالد جلال طبعا غني عن التعريف. اخيرا يعني ان شاء الله يعني نعود بصالون النادي الاهلي الثقافي بدءا من الشهر الجاي، ودي حاجه يعني انا بقولها لك حصري، يعني دي اول حد يمكن يعرفها برنامج ملك وكتابه. وطبعا انت يا باشمهندس عادلي اكتر واحد عارف الصالون الثقافي بتاع النادي الاهلي، يعني دي حاجه احنا كنا بنستهدفها من زمان ونفسنا نرجعها، وان شاء الله تبتدي ترجع من النص الثاني من شهر يوليو ان شاء الله. والله يا استاذ وليد على ذكر الثقافه انت فتحت نفسي دلوقتي من الكلام الرائع. شوف والاهلي معني بايه في النص. الشباب بيكلف بايه وبينجز ايه. انا بس كده تواصل معايا، انا في مشروع لو احتضنته دكتور سعد انا متاكد هيدعمك جامد جدا فيه، هيبقى نقله في رعايه المواهب في النادي الاهلي. طيب نقعد مع بعض يا شمس ان شاء الله. وعلى ذكر طبعا الدكتور سعد انا عايز اقول انا اتغير عليا ثلاث ادارات تنفيذيه، الثلاثه بصراحه بنجد منهم كل الدعم. ما فيش سهوله ويسر في الموافقات والمساعدات الحاجات على الارض اللي احنا بنشتغلها. اداره العلاقات العامه بتوفر لنا كل حاجه وبتساعدنا، من غيرها مش بنعرف نشتغل على الارض اصلا. طبعا مجلس الاداره والكابتن محمود الخطيب والمجلس كله انت يعني عارف اكتر مني، هم داعمين لملف اللجان ده باني شكل وباني عاملين سبورت جامد جدا لينا. يعني انت سالتني في الاول وقلت لي انت ما لازم احنا لو نظهر الشغل، احنا اتعلمنا منك انتوا يا باشمهندس ان احنا نشتغل ونجتهد ونعمل للنادي الاهلي ونسيب الشغل بتاعنا هو اللي يتكلم عنه. بس الناس لازم تعرفوا يا وليد، يعني يعني انا ما كنتش متخيل حجم الانجاز والعمل اللي اتعمل بالطريقه دي. انا اللي طول النهار يعني معني ان انا اتحاور مع حضراتكم واطمن منكم. ف انت هنا مش بتتكلم على نفسك، انت هنا بتتكلم على ما يدور في اروقه النادي الاهلي. انت عارف بعد ما انت قلت كده انا متاكد حجم الاقبال على هذه اللجان من الاعضاء واولادهم في الفروع المختلفه كمان. الفروع كلها هتشتغل في هذا الكلام. يبقى احنا بنحقق الاهداف الحقيقيه في خلق المواطن الصالح رياضيا ثقافيا اجتماعيا نفسيا، بنرعى مواهبه، هو ده المطلوب. اسمح لي يعني يا باشمهندس طبعا شكر ليك والاستاذ ابراهيم، اقول بس في دقيقه اسماء السبع رؤساء اللي جانا عشان ياخدوا حقهم. ده طبعا لجنه ذوي الهمم الدكتوره دينا محسن، لجنه المراه استاذه انهار انديل وهي طبعا من عائله انديل اللي بتسري النادي الاهلي
باكتر من حد يعني، لجنه الطفل دكتوره نداء داوود، اللجنه الثقافيه الاستاذ خالد جلال، لجنه الرواد استاذ فؤاد اسماعيل، لجنه النشاط الرياضي الترفيهي استاذ حسين عناني، وفي لجنه الشباب طبعا كان رئيسها احمد حسام عوض، وطبعا هو تم تكليفه بملف اخر من الدوله وهو موجود في حته بيشرف النادي الاهلي فيها، فبقائم بالاعمال اللجنه دي لحين الجمعيه العموميه ما تنعقد يعني. مقرر بتاعه اسلام بص يا استاذ وليد، باذن الله هنتواصل مع كل لجنه من هذه اللجان تباعا عشان يقولوا لنا هم بيعملوا ايه ونلقي الضوء عليهم، هذا حقهم. كل رئيس لجنه يجهز لنا كده شغله واعضاء اللجنه ويعرفنا بيهم ويعرفنا بالخطط عشان نقدر نروج لما يحدث داخل النادي الاهلي ونزيد من فاعليه ما يتحقق من اهداف ان شاء الله. باشمهندس وليد، انا ملاحظ انه اجنده النشاط بتاعتكم الى حد كبير جدا متسقه مع اجنده الدوله نفسها رياضيا، يعني وانا بتكلم على ذوي الهمم، بتكلم حتى على محو الاميه، بتكلم على تنميه رياضه الدراجات، بتكلم على تنميه ثقافه الطفل. هل في تنسيق ما بينكم وبين وزاره الشباب والرياضه والادارات المختصه فيها، ولا ده نشاط من عندكم انتوا وقدره على ان انتوا تقدروا تتسقوا مع الاهداف العامه؟ والله يا استاذ ابراهيم ده سؤال جميل. يعني احنا مبدئيا جزء من الدوله، والنادي الاهلي اول مؤسسه في الدوله لازم تبقى داعمه للانشطه والمبادرات اللي بتطلع برعايه رئاسه الجمهوريه او بتطلع برعايه الوزارات المختلفه. تمام. احنا ما بنصدق يعني بالبلدي كده زي ما بيقولوا، بنلاقي اي مبادره شغاله بتنزل نشتغلوا عليها على طول، نشتغل عليها على طول. لكن هي. طبعا بيحصل تواصل مع وزاره الشباب والرياضه من خلال الوزير او من خلال المساعدين بتوعه، بيحصل تواصل طبعا. يعني انا عايز اقول لك ان احنا السنه اللي فاتت في 2020 بالرغم ان النادي قفل اربع شهور، احنا عملنا 58 فعاليه، 58 فعاليه في حوالي 8 شهور يعني. فكانوا منهم على الاقل 10 12 فعاليه حاجات ليها علاقه بمبادرات السيد رئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي فخامه رئيس الجمهوريه او الوزير اشرف صبحي او الوزارات المختلفه. ودي حاجه يعني مش عايز اقعد اطول عليكم واعدهم بالاسم كمبادرات، لكن نقدر نسرد ده في حلقات تانية. وده دور النادي الاهلي طول عمره، دور النادي الاهلي انه بيدور على دعم الدوله قبل ما بيدور على اي حاجه تانية يعني. يا استاذ وليد ما تبقاش حساس انت وزملائك. احنا ما حدش بيقول انا، ولكن يعني الاشاره الى هذه الجهود هو في حد ذاته مطلوب علشان نوسع الدايره وعشان نحمس الجميع، الناس تعرف ان هذا النشاط في بناء الإنسان موجود، وعلشان ننجح يعني الأفكار بتاعتنا بشكل أوسع وأكبر. نشكرك جدا جدا، ومؤكد هنتواصل ما دام في العمر بقية. شكرا جزيلا للمهندس وليد مبروك متولي رئيس اللجنة العليا للجان بالنادي الأهلي، وأعتقد ألقى بعض الضوء على جهود كتير من هذه اللجان العاملة في النادي الأهلي، لجان تكشف عن دور الأهلي في تنمية وعي الشباب، في تثقيف الشباب، في رعاية الشباب، في تعليم الشباب، في الكشف عن مواهب الشباب، حتى فيما يخص ذوي الهمم وما يخص محو الأمية وكل أنماط النشاط الكتيرة للحقيقة اللي هذه اللجان ليها كل التحية. ودي مراكز التكوين بقى، دي مراكز التكوين للمواطن الصالح وللشباب الوطني بجد اللي متسق مع أهداف بلده، الحريص جدا على رعاية ناديه وعلى سمو ناديه ورقيه. طيب انت دلوقتي خدتنا في بناء المنشآت ثم بناء الإنسان. المواطن الصالح، اليد التي تبني بقى. عايزين اليد التي ترفع الكؤوس. نشوف اليد التي ترفع الكؤوس وكلام كتير مهم في الغربال، ودي محتاجة توصية اللي هي ايه بقى؟ انك تلاقي كل الناس في اليومين اللي فاتوا، ارجوكوا قولوا للعيبة احنا كنا عايزين الجمهور يدخل المباراة عشان نقول للعيبة احنا خايفين لحسن اللعيبة،
احنا عايزين الناس تحس بالمهمة والمسؤولية دي، محتاجة توصية. صدقوني اللعيبة اللي انتوا شفتوهم في غرفة الملابس في رادس بعد انتهاء المباراة، ومستر بيتسو موسيماني وهو بيقول لك لسه ذا نيكست ماتش، لسه في مباراة جاية، واللعيبة والشناوي بيحضن على الفرقة ويقول للزملاء الإعلاميين بس يا جماعة بعد إذنكم مفيش حاجة، وبيقفل باب أوضته على نفسه مع زمايله. الناس دي مش محتاجة توصية عشان تشعر بأهمية المباراة أو بالتركيز الشديد في مباراة السبت يا باشمهندس. هي بتعكس نوع من القلق الصحي والاهتمام الحقيقي بمن يحبونه وهو النادي الأهلي. طيب هو حتى لو مدرك ان اللعيبه عارفه، بس يقول لك انا اعمل اللي عليا، ها، واقول للمسؤولين الاعلاميين نبهوهم وقولوا لهم وبتاع، الناس عشمانه. ايوه لكن احنا من هنا هنعمل برضو عشان نريح حضراتكم، وبنقول لهم الرساله واضحه، هناك من يريد ان يستدرككم لافتعال المشاكل، لان هو ياخدكم في بعيدا عن تركيزكم، ولكن كل كلمه بتتقال سلبيه عنكم ولا عن ادائكم ولا عن المباراه القادمه هي تشكل حافز اضافي بما بجانب ما تملكونه من حوافز لتجاوز المباراه القادمه باذن الله اقترابا لتحقيق الهدف الكبير. مستر بيتسو موسيماني بكره عنده مؤتمر صحفي، ده المؤتمر التقليدي للاتحاد الافريقي، بيتحدث فيه عن المباراه وعن رؤيته. بكره المران الاخير، المباراه هيديرها طاقم التحكيم الكاميروني بقياده اليومنيانت حكم، والفار الحكم المغربي رضوان جيد. المباراه في 9 مساء. بكره ايضا الاجتماع الفني التقليدي للمباراه بحضور المراقبين ومدير الفريقين، كل يعرض تصوراته او اي اقتراحات عايزها في شان ترتيبات المباراه. وزي ما قلت لكم حتى الصحافه المصريه المساله مش محتاجه احساس بقيمه المباراه واهميتها او بحذر الاهلي العالي جدا من هذه المباراه. عايز اقول لك ان احنا مثلا على سبيل المثال كان منشط الاهلي المجله الاسبوع اللي فات كل الترجي الفوز يا اهلي، النهارده كل الترجي الحذر يا اهلي. فأعتقد الإحساس بال والله كنت كررت العنوان برضو كان ينفع. لا عملته وكل الترجي من الحذر يعني. بس هو ينفع برضو الفوز والفوز يا أهل. إن شاء الله الحذر والفوز وتكرار الفوز يا أهل. المسا قالت من الخطيب إلى موسيماني لن نقبل بغير الفوز على الترجي والتأهل للنهائي الأفريقي. الجهاز الفني بيستقر على الدفع بأفشة من البداية واستبعاد ايمن اشرف والشحات معرفش جاب ده منين، والاعتماد على فتحي وسيلاوي وديانج في الوسط. الشغل برضه هو ماشي هو مين جاي ومين ماشي ومين مستبعد ومين قالوا له يعني مشكله يعني هتجد. لذلك انا بقول ايه؟ ها؟ ايوه القوه ان تملك زمام نفسك. أي. ما تروحش في اللي ورا الناس دي. الأهرام المسائي قال صراع في الأهلي، منافسة بين النجوم على موقعة السلام وموسيماني حيران. الشروق قالت موسيماني يدرس مواجهة الترجي بنفس تشكيل مباراة الذهاب في رادس. وعبد الحفيظ يجدد نصيحته بعدم الانشغال بحديث العروض الوهمية. كبار الكتاب والنقاد الحياة برضو حسوا بهذه المسؤولية بعيدا حتى عن النقاد الرياضيين. الكاتب الصحفي الأستاذ صالح الصالحي وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خصص مقالته في الأخبار مقالة وحي القلم عن الأهلي والترجي، وبيقول أنا على يقين أن جمهور الأهلي سواء حضر المباراة في الملعب أو شاهدها في أي مكان فهو يستمتع بها وبناديه ولاعبيه والاحتفال بهم بعد الفوز إن شاء الله. جمهور الأهلي كما عودنا دائما ويفاجئنا دائما سوف يضرب المثل في استقبال الضيوف بأحسن حال. وبيقول على أهمية المباراة، على الأهلي أن ينسى تماما نتيجة المباراة الأولى وأن يؤدي المباراة القادمة وكأن نتيجة المباراة السابقة 0-0، وعليه أن يضع في اعتباره أن تأهله من القاهرة وسط جمهوره. على الجهاز الفني واللاعبين أن يدركوا جيدا أن فريق الترجي ليس أمامه سوى الفوز، فإذا غاب عنه أو تحقق لا قدر الله سوف يرتكب لاعبوه الكثير من السلوكيات التي معتادة. لكن كمان في الجمهورية
الأستاذ رضوان الزياتي بإذن الله الأهلي العالمي في نهائي دوري الأبطال، وقال كل فرق العالم يا سادة تأثرت مستوياتها بجائحة كورونا، وأن الأهلي والترجي من بين كل هذه الفرق التي تأثرت بهذه الجائحة، لكن يبقى الأهلي هو الأهلي والترجي هو الترجي. وباختصار كتب الأستاذ عثمان سالم في الأخبار إن الأهلي بيمثل كل المصريين، وقال لا أبالغ إذا قلت أن الأهلي فخر لكل المصريين بل لكثير من العرب، فهو البطل المحلي والإقليمي والأفريقي بجدارة، وهو يبحث عن النجمة العاشرة لدوري الأبطال. ده يمكن كان ما ورد في الأخبار. الأستاذ محمود معروف في العمود الشهير بتاعه تيليك سئلة، قال للأهلي الفوز على الترجي في تونس لا يعني ضمان الصعود للنهائي، انسوا نتيجة المباراة الأولى والعبوا للفوز في القاهرة. وفي الجمهورية أنا مختلف جدا 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 مع أستاذ محمود معروف في هذا العنوان الذي ساقه، لذلك أنت تعمدت ما تقراش بذكاء لأنك مش موافق عليه. أيوة. بس طيب، الجمهورية الأستاذ ماجد نوار قال كل الطرق تؤدي إلى العاشرة، في التأكيد على سعي الأهلي للفوز باللقب العاشر في دور الأبطال. وزي ما قال الأستاذ جمال هليل في الجمهورية أيضا، تيجوا تصيدوا يصيدك. وقال الأهلي حقق فوزا على الترجي بهدف، وإذا كان لاعبو الترجي بل وكل لاعبي تونس والجزائر يجدون فن إهدار الوقت، فإن الأهلي عليه أن يدفع بدفاعاته الحصينة وهجومه المرتد الخطير حتى يسجل ويريح أعصابه. ده الرؤية الصحفية لهذه المباراة، واللي الواضح جدا أن كل الناس عندها تقدير لما ينجزه الأهلي، عندها حرص على توجيه اللعيبة إلى مزيد من التركيز وعدم الاطمئنان لنتيجة الذهاب، والكل عنده ثقة إن ما عدا لعيبة الأهلي زي ما قيل حتى إنه فريق وصل بجد الفريق. والحقيقة يعني كلنا نعلم ميول الغالبية الأفاضل النقاد اللي، لكن كلهم يعني بيتمنوا للأهلي تجاوز الموقف، وكلهم بيتوقعوا الحذر من المباراة القادمة، وكلهم يعني عايشين نفس الحلم مع النادي الأهلي، وده شيء جميل. ده كلام مهم جدا، لكن الأهم بعد الفاصل إنه ناس كتيرة هتتمسك من عظمة لسانها. ما تخافش على الأهلي. أهلا بحضراتكم من جديد. شفنا الاهتمامات الإعلامية المختلفة بمباراة السبت الأهلي والترجي إياب نصف نهائي دور الأبطال، لكن حولها وعنها وغيرها هناك كلام كثير في بعضمة لسانه حين يتكلم الأعدقاء. والأعدقاء حاجة خلطة كده، لا هم أعداء ولا هم أصدقاء، لكن في وقت ما واقفين في منطقة تقدر تقول عليهم أصدقاء بجد، وتقدر تقول عليهم مش أعداء لأن الرياضة ما فيهاش أعداء، متنافسين أو منافسين. هو إفيه يعني بالضبط. فجت هذه الخلطة في الأعدقاء، وده لفظ دارج في المنطقة الوسطية ما بين المنافس والصديق. الأهلي عامل إيه؟ اللي هو في صراع الحقيقة والمصلحة بالضبط. وهنا يجي نموذج واحد حقيقي أناسس الكرة المصرية، الكابتن فاروق جعفر. كابتن فاروق جعفر واحد من أهم وأشهر نجوم كرة القدم في نادي الزمالك، رأيه الفني مهم لما يتعلق بالنادي الأهلي ومباراة السبت. الأهلي عبر عن شخصية جديدة في الكرة المصرية، وهي الاستحواذ الإيجابي والأداء الإيجابي اللي جاب منه المكسب. أول مرة تشوف فريق كل اللعيبة في مباراة 90 دقيقة أو 100 دقيقة، كل اللعيبة نجوم. وأنا بحيي طبعا وبهني النادي الأهلي على الأداء، وكمان بحيي بشكل كبير جدا ديانج. عمل حاجة جديدة في الكورة. إيه هي؟ إن أنت بتعمل كل حاجة، بتدافع بشكل جيد، بتسلم بشكل جيد، عملت من نفسك من مدافع لصانع ألعاب. الهدف اللي جابه شريف، الأسيست اللي عمله شوفوا قد ايه قاطع الكوره من الثلث الوسطاني في نص ملعب النادي الاهلي، وراح بيها لغايه
حدود ال 18 وعامل الباص. النادي الاهلي عبر عن شخصيه محترمه. انا من وجهه نظري حتى في التحليل الكره المصريه هي دلوقتي هي قمه الكره في شمال افريقيا، افضل كره موجوده في شمال افريقيا الكره المصريه، واكبر اكبر تعبير في مباراه الاهلي والترجي. هتشجع الاهلي قدام الترجي في العوده؟ اكيد. زي ما قلت لكم هو صراع الحقيقه والمصلحه، ولكن عندك الحقيقه كابتن فاروق غالبا ما تنتصر الحقيقه. يعني في مجمل الاراء في معظم وقته هو ينتصر الى الحقيقه. انتصار الحقيقه بيخليه طبيعي يشيد بالاهلي الذي يستحق الاشاده. وقال بعض الجمل اللي غيره يعني ما كانش عنده الجرأة يقولها بالطريقه دي. انه الاهلي عبر عن شخصيه جديده للكره المصريه او اداء النادي الاهلي. وان النادي الاهلي كل لعيبته كانت نجوم. وان ديانج عمل حاجه جديده في الاداء بالنسبه للعيب خط الوسط المدافع المهاجم صانع اللعب. هذه الخلطه السحريه. وانا يعني ان الكره المصريه هي قمه الكره الافريقيه والاهلي وقمه الكره المصريه. وانه سيشجع الاهلي. هذه لحظه الحقيقه. فما تزعلوش منه احيانا لما تضغط عليه حاجه تانية. طيب ده الكابتن فاروق جعفر. وخلوكم مع هذه النماذج الإيجابية، لأن حتى والناس متضايقة من بعض نماذج الهبد والهري الفارغة في إساءاتها أو تجاوزاتها. لا قلنا دول ده فأما الزبد فيذهب جفاء. طبطب عليهم. بالظبط. فأما الزبد فيذهب جفاء، والمهندس عادل قال لك طبطب عليه وحطه جنب الحيط. لكن خلوكم مع النماذج العاقلة الفاهمة المنصفة. إذا كان ده رأي الكابتن فاروق جعفر في حق النادي الأهلي، فما رأيكم برأي واحد من ألمع نجوم الكرة التونسية ومدربيها قبل مباراة الترجي الكابتن نبيل معلول؟ نشوف. شفت ازاي فوز الأهلي في الترجي وشاف ازاي مباراة العودة؟ والله مثل ما قلت قبل المباراة، يعني إذا واحد يقول لك نقدر نتكهن ولا نقدر نتصور كيف المباراة مش تكون بين الترجي والأهلي ولا بين الأهلي والترجي سواء في تونس ولا في مصر، صعب جدا. لكن بصراحة لازم نعطيه كل واحد حقه. موسيماني لعب مباراة تكتيكية على مستوى عالي جدا جدا، خاصة في تمركز حمدي فتحي اللي أربك به تقريبا حسابات معين شعباني وأربك به الخطة بتاع الترجي الريتوزي. أضف إلى ذلك أنه اللاعبين المؤثرين في الترجي كانوا خارج نطاق الخدمة في يوم المباراة. نعم. طيب مباراة العودة معين شعباني هيعمل إيه لما يقعد أمامه فرصة إلا إنه يهاجم عشان يكسب لازم يسجل، وموسيماني زي ما حضرتك بتقول لعب تكتيكي ماتش عالي، هل هيلعب بنفس الطريقه ولا ممكن نغير من طريقه لعبه؟ نعم. لا نفس الطريقه لا، يعني لا. شفت انت اظن اكشف يكون موجود معناها من بدايه المباراه بشجع على الطريقه العاديه نتاعو اللي يلعب بها الفريق 4-2-3-1. معناها انا حسب رايي انا الشخصي المباراه اصعب على موسيماني اكثر من معين شعباني. ده صحيح لانه هدف يحب يحافظ عليه الفريق. طبعا المدرب ممكن يعطي تعليمات باش الفريق يطلع للامام، لكن في راسه في فكر اللاعبين انهم هم فايزين في مباراه الذهاب وتعادل يكفيهم، ولما تلعب على التعادل تعرف صعب انك تقدر تركز تكون مركز كامل المباريات. بالنسبه للمعين ما عنده ما يخطف في المباراه هذه، اظن مش هيلعب انه فريق هجوميه بحته في هذه المباراه. معناها عرض الملعب يحاول يفتح الاهلي اكثر ما يقدر. هذه السيناريوهات اللي ممكن نتوقعها في هذه المباراه. مباراه كام لكام من وجهه نظرك؟ فرصه الاهلي كام؟ فرصه الترجي كام؟ بعد مباراه الذهاب 1-0 للاهلي انا اقول 60 الاهلي 40 ترجي. طيب. المباراه صعبه جدا على الاهلي اكثر من الترجي. ده صحيح. ربما اتفق مع الكابتن نبيل معلول. المباراة هتبقى أصعب لأن دوافع مفيش حذر، مفيش حسابات قدام الترجي غير إنه هيحاول يكسب. بالنسبة للنادي الأهلي مهما أنت نبهت ممكن تيجي حتة الإحساس بإنك متقدم 1-0 فعايز تحافظ عليه. يا رب نقدر نغطي الجون ده بسرعة، يدينا نوع من يعني الاقتراب اكتر ان شاء الله. لكن هو ما قال 60 40
يعني مشفوعه بالنتيجه بتاعه الذهاب. يعني انا بحذري اقول 55-45 بتقربها شويه. بس اداء الاهلي في رادس خلى نجم زملكاوي يقول لك لا، هو الاهلي كان بيلعب في الدوري في دوري تاني واحنا ما نعرفش المستوى ده غريب. ده الكابتن عصام مرعي نشوف. الاهلي تقريبا هو اللي كان متسيد اللقاء او ممشيه موسيماني بنفس الكيفيه ونفس السيناريو اللي هو كان رسمه قبل بدايه اللقاء. موسيماني على فكره عايز اقول حاجه مهمه جدا، انا مش فاهم الاراء نفسها ان موسيماني اقل بكتير قوي وان عليه نقد لازع، انا مش فاهم. نفسي افهم الموضوع ده ازاي والنادي الاهلي واخد كل البطولات دي والاداء ده كله. صحيح. وبعدين ما فيش حد على طول بيمشي على طول على اللاين على طول يعمل دايما اداء ونتيجه. لا، في ماتشات كتيره قوي ممكن في ماتشات لازم تخسر فيها وانت حتى وانت في القمه. كل فرق العالم بتخسر، لكن انا بشوف ان موسيماني عمل اعداد نفسي وبدني كمان مهم جدا. قول لي بدني ليه؟ بدني وذهني. ليه؟ بدني وذهني ليه؟ لان انا جاي من راحه. جاي من فتره راحه، ودي انا بالعكس ناس كتير جدا انتقدت موسيماني فيها. انا كنت متخوف جدا لما بتبعد 5 ايام وترجع تاني وتشتغل وهكذا، بترجع ما بيبقاش عندك شويه الفورمه العاليه، بتبقى لسه ما خدتش احساس البطوله الرسميه. انت مش راجع دوري عالم، لكن انت كمان راجع بطوله افريقيا كمان في سيمي فاينل وقدام مين؟ الترجي وفي رادس. لكن اتفاجئت العكس تمام، مش فاهم. صحيح. هل الاهلي كان بيلعب في دوري تاني شغال ماتشات رسميه؟ موسيماني فرض اسلوب لعبه على فريق الترجي وعلى كمان المعين شعبان. صحيح. في فكره. صح. كمان. صح. في فكر المعين شعبان كمان، لانه هو ارتبك المعين شعبان كمان وما بقاش عنده حلول. يعني هو قال لك هو الاهلي كان بيلعب في دوري تاني، بيلعب في دوري تاني وما قالناش. يعني انا كنت متخاف من الراحه، ودي النقطه اللي انا قلتها يا جماعه. ما مش ممكن الراجل بسذاجه انه يعمل حاجه الناس كلها شافاها يعني بشكل هو شايفها بشكل تاني. هو كان قادر ان فرقته محتاجه دي علشان تقدر يعني تستعيد دوافعها النفسيه والبدنيه، وثبت ان هو كان صح، وده اللي ادهش الكابتن عصام مرعي، وده راجل حقه يعني. وخلاه يحدد سر الاهلي في المباراه الجايه ايه؟ نشوفه. طب ايه كلمه السر في النادي الاهلي في شغل في المباراه نفسها؟ ان النادي الاهلي لما بيقرب وهو متعود على مثل هذه الاجواء، ريحه البطوله واحساس البطوله بيكون قرب. انت في الامطار الاخيره في النادي الاهلي ما بيضيعش الفرصه في الجزئيه دي، في نفس الوقت دايما كعبه عالي كمان في المباريات الخارجيه كمان بالنسبه زي ما انت ذكرت. انت قلت اهم يعني جمله، يعني حتى دي كمان مهمة جدا تبقى عنوان كمان رئيسي، ان دي تضاف للمباريات التاريخية للنادي الاهلي مع الترجي التونسي. وبعدين هنا بقى النقطة كمان الجديدة عند موسيماني، بيعرف يتعامل ازاي مع المباريات الكبيرة وخاصة شمال افريقيا. صحيح. وده كان حاصل في دي نقطة دوز. مهمة جدا جدا يا كابتن عصام، ان لما تيجي تبص على كل اللقاءات الكبيرة اللي ادارها موسيماني تحس ان هو بيعرف ازاي يحضر للماتشات الكبيرة. بالظبط. يعني النقطة دي كانت مهمة جدا لدرجة ان الشوط الثاني كان وان سايد جيم. صح. وان سايد جيم للنادي الاهلي بره ملعبه في رادس مع الترجي التونسي. كابتن عصام بعد الجول الاولاني بتاع محمد شريف اللي هو الوحيد، يعني الاهلي كان ممكن عادي جدا يخلص الماتش ده 2-3. بالظبط. انا بشوف ان فترة الراحة اللي خدوها لعيبة النادي الاهلي شالت شوية من حالة الارهاق والاجهاد، بقى في شوية تشوق شوية للملعب، احساسهم بالبطولة. حتى العامل البدني هو ما كسلش في فترات الراحة، لما رجعت اللعيبة من الراحة هو اشتغل واشتغل كويس جدا جدا. النادي الاهلي عنده ميزه مهمه جدا جدا في تنفيذ التعليمات للمدير الفني حرفيا داخل الملعب. ودي ما بتشوفهاش في فرق كتيره قوي. طيب ده كلام واحد من عقلاء المعسكر الابيض، ويتحدث عن النادي الاهلي وعن هذه المباراه تحديدا، وابدى دهشته في البدايه. هو الناس عايزه ايه من موسيماني؟ اللي يعني ده حتى الناس اللي بتكسب بطولات بيجي لها لحظه يعني، فالراجل ماشي تمام وتاثير فكره واضح جدا واشاد بيه، وان فتره الراحه عامل التشوق. لكن ايضا كابتن سامي الشيشين الذي فاجانا في الفتره الاخيره بمجموعه من الاراء الايجابيه، تعالوا نستمع الى روشيتا من وجهه نظره للمباراه القادمه. المطلوب من الاهلي اولا عشان يأمن نفسه من مفاجآت الترجي في مباراة العودة، ثانيا عشان يأكد فوزه. الضغط انه يضغط. الضغط يضغط يا كابتن، يضغط من قدام.
يضغط من قدام وفي نفس الوقت بقى في اتزان. مش هيبقى فاتح الملعب شويه؟ لا بص يا كابتن، في حاله سيئه لفرقه الترجي لازم تستغلها، بس مش هتبقى موجوده الماتش الجاي. لا وفي اتزان، ما انت مجرد ما بتقطع خلاص بترد، لازم تكون موجوده الماتش الجاي. يعني ممكن الحاله اللي كان عليها الترجي في مباراته الاولى ما يتمش في المباراه الثانيه. ممكن ده، لكن النادي الاهلي مش هيجي على ملعبه ويرجع لو تراجع، دي برده مشكله. النادي الاهلي ممكن الترجي على فكره ده اسلوب لعبه، اسلوب لعبه انه يضغط على الفرقه من قدام. فالنهارده هو لو ضغط على النادي الاهلي من قدام وفضل يضغط من قدام، او زي ما تقول لك حالته كانت حاله كويسه جدا، دي ممكن تبقى مشكله للنادي الاهلي. ممكن النادي الاهلي النهارده لو فتح يا كابتن شوبير وطلع على هجمات مرتده، في ممكن تبقى خطوره على المساكين. الاهلي طبعا طبيعي مش هيلعب بثلاثه في المباراه دي، ممكن يلعب بثلاثه. ما هي دي بقى، اللي هتفرق. لا هيعذبهم في الباص على فكره، هيقعد يلف الكوره ويجرمهم. ما انا بقول لك هو الاهلي عنده ميزه لما بيكون موجود قفشه يا كابتن شوبير. بيتحكم في الريتم بتاع النادي الاهلي، فهي هتفرق في طريقه اللعب بتاعت النادي الاهلي. عندك نص الملعب في اثنين عواميد، في فرقه تقيله النادي الاهلي. عندك شريف بقى عكس ما كان يشاع ان السكواد بتاع الاهلي لا لا قوي. لا فرقه قويه يا كابتن، عندك لعيبه، فعشان كده انت بتحسش البديل من الاساس في النادي الاهلي. انا موافق على الروشته دي، الضغط بالتوازن. اذا استطاع النادي الاهلي ان يحتفظ بحالته البدنيه بقى، ما يكونش طلع كل الخرطوشه مره واحده، وباذن الله ما تكونش كده، وانه يضغط على الفرقه ما يمكنهاش انها تلعب بافكارها. يعني انت لازم تخلي الفرقه اللي قدامك ما ترتاحش انها تنفذ افكارها، وعندك الميزه بتاع تقدمك هناك. انت كل المطلوب منك انك تخلي الفرقه دي ما ترتاحش تلعب بافكارها ولا افكار المدرب، وده لن يتم الا بالضغط المتواصل. وبعدين عندك هو بقى يعني كمان واثق في قفشه قوي، انه راجل ترمومتر يقدر يحكم لك في الايقاع، امتى يسرع امتى يهدي امتى. طب انقل انت، احنا هناك في مره نقلنا 34 نقله. صحيح، يا سلام لو عملنا كده ان شاء الله. طيب بيتش موسيماني اللي كل الناس دلوقتي بتنصفه، خليكوا فاكرين الاراء اللي حاولت تشكك في كفاءه موسيماني ومشروعه مع الاهلي كان ليها هدف، هدفها كان ضرب قرار الاهلي باختيار موسيماني، وكان بدات الناس هتبدا ترغي في المنطقه دي. لكن بمجرد ما النتائج والاداء والمستوى، حتى والراجل واخد كل الالقاب زي ما عصام مرعي قال، انا مش عارف الناس عايزه ايه من مدرب واخد كل البطولات اللي شارك فيها، بس كان ده غرض لمرض. موسيماني مش واخد حقه، ده مش راينا، ده راي واحد من نجوم الزمالك الكبار الكابتن احمد حسام ميدو. بصراحة يعني شايف ان موسيماني مش واخد حقه، لان انا دايما لما باجي اتفرج على اي ماتش بتفرج على الماتش، انت عارف يعني اشتغلنا مع بعض، بتفرج بتفاصيل التفاصيل بتاعت التاكتكس، والراجل بحاول اقرا دايما مخ المدرب، المدرب بيفكر في ايه. وانا قلت ان افضل ماتش تكتيكي لعبه الاهلي مع موسيماني ماتشين، ماتش فيتا كلاب بره وماتش اللي فات ده. اللي اتعمل في خط الديفنس المباراة اللي فاتت تحفيز هايل، في تحفيز هايل، ودي بتعتمد على ايه؟ انا ككوتش او انا كجهاز فني يا ميدو، انا عايز ايه من المباراه؟ المباراه انا كنت عايز منها ايه؟ لا تعادل لا اكسب. عشان كده هو حفظ يا ميدو، هو انا مش عايزين نقول هو نجح وحفظ في نفس الوقت. بعد التحفيز ده التنفيذ حصل ولا ما حصلش؟ حصل، بس هو ده النجاح. كابتن احمد حسام ميدو وكابتن مدحت عبد الهادي، في انصاف بيتش موسيماني، مدحت عبد الهادي شايف انه التنظيم الدفاع اللي حصل فيه تحفيز بجد، وقال ده تحفيز هايل، انك كل واحد عارف واجباته بالظبط وبينفذها حرفيا. وميدو قال لك انا شايف انه بيتش موسيماني مش واخد حقه، اللي بيعمله من نقله في تكتيك كره القدم مش واخد حقه فيه، لانه الراجل ده. وده انا يا جماعه بمناسبه هذا النقد الفني، تقدر تنقد موسيماني او غير موسيماني، بس خليك في النقد الفني. حاجه تضايقك جدا وتستغرب لها لما تلاقي في لعيبه كره سابقين يطلع يقول لك ده المدرب ده كفتاجي، ويستخدم نفس اللفظ، ده مش عارف ما عندوش فكره، ده مش عارف هجاص، وتسمعه الفاظ لا يعني لو بتطلع من جماهير زمان في المدرجات الناس هتقول ما يصحش الالفاظ دي، بقت بتطلع من لعيبة كورة سابقين اللي هم مفترض مدربين في حق مدربين شغالين. يعني على الأقل في أخلاقيات مهنة، على الأقل إن في رياضة، على الأقل إن فيه إعلام ومسؤولية، على الأقل في رسالة ولغة، في حاجات كتيرة قوي لازم تتراعى، فما بالك مع مدرب
واخد كل البطولات اللي شارك فيها، ولما يتقال انه ده راجل المهام الكبيره ده بيظهر الشغل التكتيكي العالي بتاعه في المناسبات الكبيره. طب ما هو ده ادعى ان انت تحترمه وادعى ان انت تتعامل معاه وفقا لاخلاقيات المهنه وطبيعه الرياضه ومسؤوليه الاعلام. بصوا كم حاجه، ومع هذا تسمعوا الالفاظ الغريبه جدا اللي نتمنى فعلا انها تختفي، ومفيش مانع ان انت تنقده نقد فني، تستخدم كل رؤاك الفنيه ان كانت موجوده في نقد اداء اي مدرب. طب انا عايز اخرجك بقى من المضايقه قوي دي اللي مضايقاك بجد. لا الفاظ ما تسمع يا اخي تامر امين وبيقول لك عايزين نفرح بقى. نفرح، عايز تفرح؟ نفرح مع تامر امين. بجد الحمد لله على نعمه الاهلي، الحمد لله على نعمه الاهلي انها موجوده في مصر. حاجه بتفرحك طول الوقت وتسعدك طول الوقت وتخليك فرحان وكسبان طول الوقت وتنسيك همومك طول الوقت. هقول لكم حاجه، الاهلاوي الصميم قوي هو اللي يحس بيها زيي. لما الاهلي بيكسب خصوصا الماتشات الكبيره او البطولات الكبيره زي مباراه الترجي بتاعت اول امبارح دي، كل حاجه في الكون بتبقى وردي والله بجد. اي حاجه بتبقى حلوه لما الاهلي بيكسب، ولما بيكسب بأداء وإقناع وإمتاع وإبداع وكل القاع اللي شفتوه في حياتكم وشفناه في التسعين دقيقة بتوع أول امبارح بتوع مباراة الأهلي والترجي في رادس. وأنا هنا من هذا المكان ومن هذا المنبر ومن هذا المزنق على رأي الليمبي بأطالب إن احنا بعد كده يبقى الملعب الرسمي لنادي الأهلي هو ملعب رادس في تونس. أنا لو بلعب مباراتي كلها في رادس أنا هبقى بطل أبطال العالم. يعني الكلام ده واحد فرحان بفرقته، ها، لكن في الآخر برضه لازم يعمل إفيه. على فكرة أنا مش موافق على الإفيه ده والله. معلش أخدني، أنا بحب، أنا موافق على كل حاجة تانية. لا مش صح، ما علينا. طيب بخاف من الثقة الزايدة في حاجات محددة يعني انما الفرحه طبعا مطلوب، الفرحه مؤكد، لكن حبيبك بقى التقدير بقى للاهلي وموسيماني خارجيا. ها الكابتن ميثم عادل نجم الكره العراقيه المحلل الرياضي في قناه عجمان الاماراتيه شايف مستر بيتسو موسيماني ازاي؟ اي واحد شوف في نادي الاهلي يخرج عن قيم ومبادئ النادي الاهلي خارج هذا الكيان مهما يكون، هو الخسران في النهايه، هو الخسران، هو الخسران. مهما صراحه اقول لك هذا شيء متعارف عليه. شوف بعد فايلر صارت ضجه، فايلر حقق انجازات مع النادي الاهلي وحقق يمكن سلسله فوز 16 فوز او اكثر في مع النادي الاهلي، وصارت ضجه قالوا شنو هاي، كيف الخطيب يتخذ هذا القرار، كيف اداره الخطيب، ماذا فعل الخطيب؟ هذا الاسطوره، الخطيب راح جاب موسيماني اللي صفقته حيرت العدو الحبيب. الخطيب بصفقة موسيماني حير العدو الحبيب، وتوقعوا انه ما ينجح، وتوقعوا انه ما ينجح، لكن صحيح. الخطيب رؤيته، شوف الرجل هذا برؤيته وافكاره وكاسطوره، لاعب كان لاعب عنده نظره، ميثم عنده نظره طبعا، واسطوره نظرة. كاداره طيب زين، هو لا يرد في وسائل الاعلام، هو يرد وين؟ يرد وين؟ يرد يرد في العمل ماله، اكيد محبوب الاهلاويه هو. نعم هو طيب يرد زين. في العمل ماله، اعماله هي اللي ترد على الناس. تعرف انا يعني تبع الاستاذ ميثم بيقول كلام جميل، وواحد عايش حالة الأهلي أي، لكن بدأت أشعر هو الدوري المصري وحالة الأهلي والزمالك كيف سيطرت على الإعلام الخليجي كده. ونموذج الأهلاوي والزملكاوي اتنقل من هنا بس بشكل يمكن مختلف شوية إلى الإعلام في القنوات الخليجية، وده نقطة تحسب لصالح الكرة المصرية، المسابقة المصرية بالتأكيد. ونقطة تحسب لإحساس الناس بقطبي ماشي الكرة المصرية، اللي الأهلي بيظهر حتى في أي مناظرات هنا أو هناك تفوق الحق والحقيقة على الإدعاء. طيب شفنا مجموعة من الآراء لنجوم كبار في الزمالك، كابتن فاروق جعفر، الكابتن عصام مرعي، كابتن احمد حسام ميدو، كابتن سامي الشيشيني، الكابتن مدحت عبد الهادي، وكلها اراء منصفه جدا للاهلي فنيا ولا مستر بيتسو موسيماني في ادائه وقيادته للفريق. اعتقد ولا اروع اراء الناس تشكر فيها على موضوعيتها. انما على ذكر بقى الاراء الموضوعيه وشرف التنافس،
شرف التنافس. خرج علينا الكابتن احمد عادل عبد الفتاح، وده راجل كان عضو مجلس اداره سابق في نادي الزمالك، برأي عن مدرب المقاولين الكابتن عماد النحاس وهو بيتكلم عن الاهلي. نشوف الاول احمد عادل عبد الفتاح. كان في مدرب مدير فني لفريق في الدوري الممتاز، وكان احد لاعبي الفريق المنافس، وهيلعب يعني مع الفريق المنافس كمان اسبوعين في الدوري العام. وكان في برنامج توك شو برضه رياضي، والمدرب بيساله على بطوله الدوري، قال اتمنى ان النادي المنافس يفوز بيها. هو فين الشفافيه وفين المصداقيه وفين الروح الرياضيه؟ فين الكلام ده؟ انا دلوقتي كمشجع لنادي الزمالك، انا ازاي وانا مستني، انا مستني طبعا ان النادي المنافس يقع في اي ماتش في قناه عامه وبيتسال سؤال زي ده؟ ما ينفعش يطلع يقول الكلام ده. طيب ازاي قناه عامه؟ وازاي كابتن عماد النحاس؟ وازاي النادي المنافس اللي الراجل مش عايز يذكره؟ ماشي، ازاي ده يكون؟ يقول لك هتضمن منين لما يلعب الاهلي هيعمل معاه ايه؟ لا هو مش لما تضمن، هو كسب الاهلي قبل كده. لكن عماد النحاس الحقيقه لما سئل في الفيديو اللي الكابتن احمد عادل عبد الفتاح بيعلق عليه، هو الراجل فرق ما بين توقعه وتمنياته ورؤيته. نسمعه. سؤال مهم جدا، مين هياخد الدوري، الاهلي ولا الزمالك؟ الاهلي ان شاء الله. ما فيش وش، احنا ما فيهاش كسوف يعني، راجل اهلاوي. لا انا بكلم، لا انت راجل مدير فني في الدوري، انا ما بكلمش لا دي موضوع انا لا ما بكلمش كابتن عماد النحاس اهلاوي، لا انا بكلم كابتن عماد النحاس عن النادي الاهلي وتاريخه في النادي الاهلي وبطولة النادي الاهلي. لا انا بكلم كمدير فني في الملعب ككوره، مين ياخد الدوري السنه دي؟ لا الدوري السنه دي صعب على الفرقتين. لما الاهلي يخلص المؤجلات اللي ليه، لا الموضوع هيبقى مختلف. حسك لا، منافسه السنه دي صعب يعني، صعب صعب بجد يعني. ممكن الزمالك ياخد الدوري يعني، هو كأهلاوي نفسه ان الاهلي ياخد الدوري، لكن الدوري هيكون صعب، وده راينا كلنا. حد بيسال كتير، بيسالوني ما اقدرش اجاوبك عن فرص الاهلي في الدوري الا لما تخلص المؤجلات. بالظبط، هقول لك من دلوقتي اتمنى ايه. اتمنى لا، الزمالك خلص خلص وارتاح، لكنه على الاوراق هو متصدر. طب عشان الاهلي يتجاوز هذا التصدر لازم يكسب كل ماتشاته اللي جاي، او على الاقل يتعادل مره واحده ويكسب كل الباقي. طيب كابتن عماد النحاس كان واضح جدا، وهو اللي كسب الاهلي قبل كده، لكن ايه رايك يا كابتن احمد عادل عبد الفتاح وانت بتتكلم على شرف المنافسه في الكابتن طارق يحيى؟ كابتن طارق يحيى في طلائع الجيش بعد ما فاز على الزمالك عمل ايه؟ حزين على ان الهزيمه كانت عن نادي الزمالك. انا بعتذر لجمهور الزمالك، كل زملكاوي شايفنا دلوقتي انا بعتذر له، وان شاء الله نادي الزمالك احنا في ظهره وفي ظهر لعيبته ان شاء الله، وهارد لك نادي الزمالك، وبعتذر تاني لجمهور الزمالك واي حد زملكاوي زعلان، انا اسف. يعني طبيعي حزين. لا دي لقطه طبيعيه. طيب ايه رايكم ده بعد ما لعب واحنا في ظهر اللعيبه واحنا مع اللعيبه وانا بعتذر؟ ماشي مشاعر، بس الكابتن طارق يحيى نفسه وهو مدرب طلائع الجيش هيلاعب الزمالك في قبل المباراه بخمس ايام. لما اكون قبل المباراه بخمس ايام كان مع الكابتن مدحت شلبي. شوفوا الكابتن طارق يحيى عن المباراه هيلعبها بعد خمس ايام قال ايه وقتها يا كابتن عبد الفتاح. الزمالك مش هيبقى ده موقفه، لان الزمالك مؤجل له اكتر من ماتشين اعتقد. هم ماتشين مع المقص، يعني مع المقصة اللي هي فوقيه. فهيفرق معاه جامد جدا لو كسب الماتشين، لو لا قدر الله نقص في اي ماتشات، الماتشات دي هتؤثر في الترتيب بتاعه. لو لا قدر الله خسر، ده كابتن طارق يحيى المدرب اللي ماسك المقصة اللي هيلعب الزمالك، فقال لك لو الزمالك المباراة الجاية لو لا قدر الله خسر هتبقى عنده مشكلة. ده بنقوله ربما الكابتن طارق يحيى عبر عن مشاعره عفويا مفهومة، بس للكابتن احمد عادل عبد الفتاح قول لي رأيك ايه. فانت اللي بتلوم عليه الكابتن عماد النحاس اللي لما تسأل
ايه الفرق بين فوزك على الاهلي او فوزك على الزمالك؟ كان ساعتها الكابتن عماد النحاس ما عندوش فرق نقول لكم عليه. كل الانديه اللي بتلعب النادي الاهلي او الزمالك لا تركيزهم غير مختلف. انت بتفرح في انهي مباراه اكتر ولا فرحه متساويه برضو؟ يعني بتفرح اكتر لو كسبت الزمالك بتفرح اكتر لو كسبت أكتر. يعني. مش اكتر لا هي فرحه الاثنين فرحه الاثنين فرحه يعني انا كسبت والتعادل برضو بالنسبه لنا فرحه يعني مكسب اهلي مكافاه مضاعفه تعادل مع الزمالك مكسب يعني مش بالنسبه لك ان انت ما تخسرش يعني انت عملت حاجه كويسه ايوه كلام ادم ومحدش بيحب حاجه اكتر من اسمه وسمعته وتاريخه ومسؤوليته وهو قبل كده بقى لك انا كسبت الاهلي تعادلت مع الزمالك ها وكاد ان يحقق فوز تاني غريب قوي وتقدم في الشوط الاول 2-0 لولا صحوه وتوفيق في الشوط الثاني الاهلي قدر يعود طيب. كابتن عماد النحاس بص او غيره ده كلام بيتقال اهو انت وده اللي انا يعني والله اكرر هذا الامر يا جماعه والله ما هو مصلحتكم صحيح التركيز في اختلاق الحجج بالمنظر ده احنا بنضطر نرد هتقولي ما انت بتقول اهو كابتن طارق ما احنا بنرد على اللي بيتكلم بنقوله هل ده معناه ولما جه الكابتن طارق وقال انا اسف لجمهور الزمالك قلت له ده طبيعي جدا وما فيهاش مشكله مشاعره بس احنا هدفنا هنا بنتكلم على ازاي نقدر نحافظ على الروح الرياضيه في المنافسه وازاي تقدر تحمي شرف المنافسه اللي النادي الاهلي هذا الاسبوع اثبت فيها بدليل غير طبيعي قد ايه حريص على شرف المنافسه وعلى روح الرياضه الاهلي بيلعب مع الزمالك نهائي كره الطايره نهائي الكاس والاهلي واخد الدوري واخد افريقيا وكان يهمه ياخد كاس مصر ويبقى قفل الموسم الاهلي تعاقد مع لاعب الابرز في فريق الزمالك عارفين ان هذا اللاعب هو السبب المباشر في الضربات الاخيره في فوز الزمالك بالكاس او خساره الاهلي للكاس ومع هذا محمد محسن واحد من صفقات الاهلي المهمه في الكره الطايره هنقول لكم وهو بيقود الزمالك عشان الناس اللي بتتكلم على شرف المنافسه واخلاقيات الاهلي اسمعوا الكابتن محمد محسن المنتقل حديثا من الزمالك للاهلي طب انا الحمد لله ما قصرتش في الاخر فضلت مع الزمالك للاخر حتى اخر ماتش كنت انا ماضي في النادي الاهلي كنت بلعب اخر ماتش الحمد لله كنت بلعب يعني انا اسف اللفظ كنت بلعب بجل او كنت بلعب كده نفسي اكسب الحمد لله عملت احسن ماتشات حياتي استنى استنى والحمد لله استنى 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 بضل. انت كنت ماضي مع الاهلي قبل مباراه النهائي كاس كنت ماضي قبلها بثلاث شهور او شهرين كده وكنت بتلعب بغل كنت عايز اكسب طبعا ما هو ده انا ما عملتش كده ما يعني لو انا ما عملتش كده وانا كده يعني باحترامي مش هبقى ابن اصول يعني انا عايز اقول حاجه هو بيقول انا يعني ما اقدرش ما اعملش كده ولو ما عملش كده كان الاهلي ما خده ما كانش الاهلي خده لان اللي يبيع فرقته يبيع اي حد والاهلي مدرك كذا وما ياخدش لاعب يتخاذل امام فريقه ايا كان السبب لكن الناس اللي بتقول لك ها ده تعاقد محمد محسن ايوه الناس كابتن رؤوف عبد القادر على فكره كابتن رؤوف فاجئني بيه يعني انا صفقه كنت من زمان صفقه فاجات مهندس الصفقات لان انا من زمان بقول له اللعيب ده كويس قوي ده كده كابتن رؤوف يعني احنا عندنا في المركز بتاعه موجود لعيبه كويسه برضه بس انت يعني لا مش هتناقش فني في الحته دي دلوقتي مش ميعادها لكن انا عايز اقول ان الراجل ده لاعب مميز اهم ما يميزه انه مخلص في الملعب اخلص لفريقه دي اسعدتنا جدا لانه معناه انه هيخلص لنا ايوه هي دي بالك هي ده المعدن اللي الاهلي عايزه وبيبحث عنه دايما هل الاهلي كده عمل حاجه يعني ما يصحش ها طب ما افكرك بحاجه ايه 2004 فاكر ماتش نهائي كاس مصر كره القدم ايه
اللي خسرناه من المقاولين ماتش لما طبعا 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 رامي عادل الباك رايد في المقاولين او كان سيرد باك المقاولين وقتها اخر ماتش لهم المقاولين وتاني يوم كان في النادي الاهلي وروبو تاكوري اللي جاب فينا الجون كان في الاهلي وراح المقاولين ولعب رامي واجاد وافقد الاهلي فرص احراز الكاس في ظروف صعبه جدا وتاني يوم كان في لا الأهلي. انا هجيب لك نماذج من الوقت اللي احنا فيه في كام لعيب من النادي الاهلي في فريق الكره اليد في الزمالك في السنوات الاخيره ما تعدوهم هو اللعيبه لما يعني يجي من الزمالك الى الاهلي الدنيا تتقلب لكن انت عندكش مانع تكلم ده هو كل الفخر دلوقتي ان هم بيفاصلوا بيفاوضوا في لعيبه الاهلي واخد بالك ايوه امال ايه يا جماعه في ايه هو الكابتن خطيب لما يعني نقل عنه انه قال ابعدوا عن فرقه الكوره في نادي الزمالك لما اتقال زيزو واتقال ساسي واتقال والدليل على كده انك انت دلوقتي في سلاسه شديده عمال بيت زيزو جدد لهم 3 سنين وهو طلع وقالوا حتى قالوا ان احنا بنشكر الكابتن الخطيب والنادي الاهلي لانه سهل علينا مهمه الحفاظ على لاعبتنا انك انت ما لا خد مني اللي انت عايزه انا ما اجيش ناحيتك في العاب اخرى ما عندكش الحساسيه فيها دي صحيح انا اصلا تفوقي في الكره الطايره موجود صحيح وانت بتاخد مني لعيبه وعلى فكره في لعيبه كانت في الاهلي موجوده في فريق كره السله في الزمالك وفقا لضوابط الانتقالات في الالعاب الاخرى دي مساله متاحه لكن هنطلع لفاصل بعد الفاصل في فيديوهات مهمه وكلام تاني مهم اهلا بحضراتكم من جديد من الطبيعي جدا انه اي زميل اعلامي يقول راي اهو ده رايه لكن بتفضل المشكله دايما موجوده في انه الراي يبقى بناء على معلومات خاطئه 100% ويبني عليها راي وهو كمذيع وكمقدم للبرامج مطلوب انه ياثر في الناس براي مبني على معلومات خادعه وغريبه وخاطئه 100% بالذات للي بره مصر اللي بره مصر واصله له المعلومات بشكل باللي انتوا شايفينها ترديد كلمات كتيره جدا واتهامات الناس بتسكت عليها فيسكت الجميع على الباطل حتى يظن أهل الباطل أنه حق فيفضل الرأي عليه فوجئت برأي للزميل الأستاذ عبد الله الكعبي مقدم أحد البرامج في قناة عجمان بيكيل كل هذه الاتهامات للأهلي مقارنة بمنافسه الزمالك نشوف رأي الكعبي ونتكلم دور وكالة الأهرام طبعا للإعلان في تجريف الدوري المصري صالح نادي الأهلي وتحويل الأموال بكثافة من أجل تمهيد طريق البطولات أمام القلعة الحمراء هكذا تم تلخيص المشهد وعرف الجميع كيف تم قتل المنافسة في الدوري المصري الكبير لصالح كيان واحد مما أدى إلى هدم باقي الأندية طبعا نذكر الجميع بأن وكالة الأهرام التي ذكرها الأمير عبد الله بن مساعد كان يترأسها طبعا رئيس مجلس إدارة نادي المصري الأهلي المصري وذكرناها طبعا في البرنامج يعني الوكالة دعمت نادي معين بمبلغ كبير خرافي وتركت طبعا نادي ثاني بمبلغ بسيط طيب أستاذ عبد الله الكعبي بقى خد مني بعض الحقائق لأنك أنت بتقدم برنامج أظن أنت مش معني انك تسيء للاهلي مش عايز اخدها بالطريقه دي فاذا كنت مش معني انك تسيء للاهلي يبقى بتسعى الى الحقيقه لانك انت بتتكلم وكانك تملكها خد الحقيقه هو لما اتعمل الدوري من 48 حتى نهايه الثمانينات كان بياخد البطولات الكاسحه دي كلها ها ده خد البطوله 9 مرات متتاليه اتعمل فيها البطولة من 48 ل 60 ولا 61 كان في أهرام في السبعينات كان في أهرام في الثمانينات كان في رعاية ما كانش حد يعرف يعني ايه رعاية ده أنا هستأذنك في رقم لأنه رقم الحقيقة له دلالة كبيرة جدا في المنطق اللي بيقوله المهندس عدلي الأهرام بدأ يرعى النادي الآلي ابتداء من 2000 طب قبل 2000 ايوه المهندس عدلي راح ل 48
لا يا استاذ كعب، كان في في منتصف التسعينات بدات بارقام هزيله جدا اللي بعد البطوله العربيه بدات الرعايه بالارقام، يعني كان 300,000 يعني 100,000 في السنه كويس، تحولت بعد البطوله العربيه لما اتعمل مزاد، كنت انا في الوقت ده مدير نادي وكابتن حسن ما حضرش المزاد ايوه واخد بالك ايوه انا اللي حضرته ودخلنا منافسين، اضطر الاهرامي زايد بدات توصل 700,000 في السنه ايوه بعد ما كسبنا البطوله العربيه ايوه، وكان الاهرام حريصا دائما ان يحصل عليها. سيبنا كمل دي وقول الارقام اللي عندنا، اتفضل. وكان حريصا يحصل عليها لحد 2014 خلاص بعد وحتى يمكن قبل كده دخلت، وكان دايما من 2010 ولا 2008 بدات تخش شركات بقوه، كان الفرق بينها وبين الاهرام 250,000 جنيه، يعني لو الاهرام مش موجوده كان الشركه يعني التانيه مش عايز اقول اسمها اللي هي وصلنا حاجه 40 مليون في الثلاث سنين، الاهرام كسبها 250,000، لو الاهرام اعتذر ترسع على الشركه الثانيه اقل ب 250,000، يبقى الاهرام ما كانش داخل يدي فلوس للاهلي، لان لو ده هدفه طب يحمل نفسه فلوس ليه؟ ما يسيب الشركه الثانيه تاخدها، ايه يعني 250,000 من 42 ولا 45 مليون؟ لكن الاهرام وباعتراف رئيس مجلس اداره الاهرام اللي قال احنا كنا بنكسب من هذه المزايدات مبالغ طائله من وراء النادي الاهلي. صحيح. طائله. اخر حاجه وصلت لحوالي 150 مليون في اخر وقت الكابتن حسن في الثلاث سنين، وبرضه كان الفرق 250,000 جنيه مع اقرب منافس له. طيب هو الاهرام من 2014 لحد النهارده موجود؟ طيب هو الاهرام في عز الملايين دي اللي كانت بتدفع بقى وانتم بتقولوا كان مين؟ الكابتن حسن كرئيس الوكاله، لكن ده رئيس مجلس اداره الاهرام، كان هو رئيس مجلس اداره الزمالك استاذ مرسى عطال. وحتى قبل ما يكون رئيس مجلس اداره الاهرام كان عضو مجلس اداره الاهرام، يعني قبليها كان عضو مجلس اداره الاهرام يعني، وعضو مجلس اداره الزمالك ورئيس نادي الزمالك، ما هو رئيس وفي وقت اعتقد قبليها خد عضويه ولا دخل رئيس على طول رئيس. اذا انت يا استاذ عبد الله الكعبي يعني خدها سنه كده وقول لنا والله الفلوس البازخه اللي بقى في السنه الاموال الطائله الاموال الطائله اللي كان بيغدقها الاهرام على النادي الاهلي وكانها كانت منه، كان كل قرش بيحطه الاهرام بيستثمره في النادي الاهلي بيرجع له 3 قروش بالمعنى الحرفي. الاهرام كان بيبيع للشركات قبل ما ياخد، يعني كان بيبقى متفق انا هاخدها وعارف ان لما يوصل للقرش تاني يوم الصبح بيكون موقع مع الشركات على 3 قروش. والنهارده الاهرام مش موجود بقى له معانا يجي 8 سنين ولا اكتر. ما انا هقول لك بالارقام يا باشمهندس، الدوري قبل 2000 يعني قبل ما ندخل بقى في المزايدات والفلوس بتاعه الرعايه، الدوري المصري يا استاذ عبد الله، عارف الاهلي قبل ما يبقى فيه اي حقوق رعايه ولا اي فلوس الاهلي خد الدوري كام والزمالك خده كام؟ الرقم اللي لا ياتيه الباطل، الاهلي واخد الدوري قبل 2000 27 مره، لا في لا اهرام ولا اخبار، 27 مره الاهلي بطل الدوري قبل 2000، الزمالك كم مره؟ 8 مرات، يعني بالظبط اكتر من 3 أضعاف نسبه الفوز. الأهرام خرج من سباق الرعاية بالنسبة للنادي الأهلي مع دخول شركة صلة السعودية في موسم 2013-2014. بس قبل ما تقول الرقم ده من 98-99 ها في وجود الأهرام بقى ها هما بيقولوا سنوات العقاب بتاعت الأهلي إمتى؟ مش بيقولوا من 99
ل 2004 اي طب ما كان الاهرام موجود في رعايه الاهرام وسميت السنوات العجاف اللي الزمالك كان فيهم الدوري سنتين صحيح يعني انا بس لكن اول ما خرجت وكاله الاهرام من سباق رعايه النادي الاهلي وفازت بامتياز الرعايه شركه صله السعوديه ثم بعدها شركه بريزنتيشن. طب انت قلت الشركه بريزنتيشن كانت هي المنافس التقليدي للاهرام والفرق ال 250,000. طيب بعد خروج الاهرام اللي بيغدق على الاهلي اموال طائله زي ما قال الاستاذ عبد الله الكعبي، عارف نسبه فوز الاهلي بالدوري والزمالك بالدوري في غياب الاهرام؟ خلاص 6-1 لمين؟ 6-1 لمين؟ للاهلي. يعني الاهلي ياخد الدوري، مفيش اهرام معانا دلوقتي. كل اللي حصل من مرات والرقم له دلاله ومفارقه. بعد سنه 2013 2014 فوز الاهلي بالدوري بالنسبه للزمالك 6-1، لا فيها لا اهرام ولا فلوس، بس دي القيمه التسويقيه للنادي الاهلي وده حجم النادي الاهلي اللي قالته صله واللي قالته برزنتيشن وقالته كل الوكالات الاعلانيه اللي تعاملت مع النادي الاهلي واهتمت ان تفوز يعني بحق رعايه النادي الاهلي، اللي درجت انه لما اريد لصله ان تنسحب من رعايه النادي الاهلي كانت النتيجه انه الاهلي بمجلس ادارته برئاسه الكابتن محمود الخطيب عمل عقد رعايه مع شركه برزنتيشن فاق قيمه ما كانت تدفعه صله. لا برزنتيشن كانت بتبغدد على الاهلي ولا صله بتجامل الاهلي، فلماذا تجامل الاهلي وكاله الاهرام؟ هو مؤكد كزميل اعلامي يدرك ان دي حقوق تسويقيه، مؤكد ان عندك نادي العين الاماراتي بحجمه وشعبيته وتاثيره اكيد ما بياخدش زي بقيه فرق المسابقه ولا بتسوهم. فمن المنطق العجيب جدا ان في زملاء اعلاميين حتى هنا في مصر يتعامل مع فكره حقوق الرعايه والحقوق الاعلانيه بمنطق بطاقه التموين. انت بتدي الاهلي ازازتين زيت، ليه ما بتديش الزمالك ازازتين زيت؟ ده بياخد كيلو سكر يبقى ده ياخد كيلو سكر. على فكره ده رايي كمان بيرسخ لفكره المظلوميه، انه باستمرار تسمع انه نادي الزمالك مظلوم والنادي الاهلي بيغدق عليه بالاموال الطائله، ان نادي الزمالك محروم والنادي الاهلي محمي وبيحظى برعايه. مش ده اللي بيتقال؟ الى ان دخل زميلنا العزيز المتحدث الاعلامي لنادي الزمالك الزميل عمرو الدبلي. لا قبليها والنبي بس عشان نكمل الاستاذ الكعبي بعض الارقام. الاهلي بدات الرعايه من منتصف التسعينات، الاهرام فطنة من منتصف التسعينات. من منتصف التسعينات الاهلي خد الدوري بعد دخول الاهرام حوالي 5 مرات. وبعدين ضيعها 5 مرات، وبعدين في الألفية الثانية من 2005 لحد 2010 خمس مرات، يعني 10 مرات وخسرها 5 مرات أو 6 مرات، 5 مرات يمكن. بعدين من 2010 ل 2014 أربع مرات صح؟ مفيش أهرام بعديها، يعني من 42 لقب الزمالك خد 14 لقب تقريبا في ظل رعاية الأهرام. طب بقيت ال 42 رقم دول كان رعاية مين؟ رعاية ربنا. رعاية ربنا والعمل الجاد والمكانة. رعاية ربنا لكل حد بيشتغل. والمكانة والعمل الجاد. تعرف اللي مش فاضيين إن احنا نقعد للترويج اللي مش صح. انت مدين يا استاذ عبد الله بالتفسير والتوضيح والتنقيب عشان توصل للحقيقه. شوف دور الاهرام اللي انت بتقوله في حصول الاهلي على البطولات، وشوف دور الشركات الاخرى اللي ما فيهاش اهرام وليه بترعى النادي الاهلي. لكن لو فضلت على وجهه نظرك لست مقدما للبرامج، ولكنك مشجع يدغدغ مشاعر ناس على ناس. ويكفي للمنطق يا استاذ عبد الله، وانا ارضى بيه انه يكون كده. انا منتظر رده عشان اصنفه. انك تعلم انه النادي الاهلي برقمه القياسي في الدوري في 9 مرات متتاليه كان رئيس اتحاد الكوره
هو نفسه رئيس نادي الزمالك. يعني ده حاجه ثانيه بقى، يعني حيدر باشا بترد على الحجج اللي جايه. انا بقول لك انه حيدر باشا رئيس نادي الزمالك، رئيس اتحاد الكره، وزير الحربيه. رئيس نادي الزمالك هو رئيس اتحاد الكره، والنادي الاهلي ياخد الدوري 9 مرات متتاليه، بعديها المشير عام الرئيس اتحاد الكره وهو من اشد الزملكاويه. وبعدين بلاش التاريخ، هو مين اخر حد سلم للاهلي درعين دوري؟ اخر درعين للدوري الاهلي فاز بيهم عن جداره وبصعوبه، وبرغم كل ما وضعت امامه من عراقيل، كان الاستاذ عمرو الجنايني. واعتقد التسريبات اللي خرجت شفت الاستاذ عمرو الجنايني قد ايه كان حريص على محاوله مسانده الزمالك والتدخل بحاجات كتيره جدا، لكن الاهلي كسب والراجل جه سلمه الدرع الدوري. هل كان عمرو الجنايني اكثر الناس زملكاويه باعترافه كان بيساند الاهلي؟ ده المنطق اللي انتم مش عايزين تعترفوا بيه بجداره وقيمه الاهلي ونقاء بطولاته. طب لكن لما بتيجي لحظه افريقيا يا استاذ ابراهيم، ما افريقيا ده كوم تاني بقى. لا يعني كان في اهرام في افريقيا. طيب هو اللي منح الكابتن حسن حمدي لقب افضل رئيس نادي في افريقيا مين؟ مش الاتحاد الافريقي؟ اداهوله ليه؟ عشان الاهرام؟ ولا اداهوله لعمله في النادي؟ انجازاته مع النادي الاهلي. لكن على ذكر حته المظلوميه، وانا هنا بقول اتكلموا بالمظلوميه كما شئتوا وادعوا زي ما انتوا عايزين، لكن لما الامر يرتبط ان انت مظلوم عشان الاهلي هو اللي ظالم وهو اللي بياخد حاجه مش حقه، يبقى هنا البناء الخاطئ. لكن بتيجي لحظه صدقوني، لانه صوت الحق لازم بيظهر، بتيجي لحظه زي اللحظه اللي حصلت هذا الاسبوع، دخل فيها زميلنا العزيز عمرو الدردير المتحدث الاعلامي باسم نادي الزمالك، دخل غرفه الكلوب هاوس على السوشيال ميديا، فالراجل اعترف بنفسه في مظلوميه ولا لا؟ خلنا بس احنا مش عايزين نتكلم ونقول عملنا ايه، في حاجات مش عايزين نعلن عنها، في كلام مش عايزين احنا نعلن عنه. اعلنوا يا فندم، اعلنوا يا فندم عشان الناس زي اللي ترتاح بعد اذنك. لا احنا في حاجات يعني مش نافع نعلن، احنا في حاجات على فكره كتير جدا 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 بنعملها وحقوق بناخدها، والناس بتقعد تقول ان الزمالك ما خدش حق، احنا بنكون واخدين حقنا في حاجات واحنا مش عايزين نتكلم فيها. تمام. لا في حاجات احنا مش عايزين نتكلم فيها لان بتجيب لنا حقوق اكتر وبتجيب لنا حاجات اكتر، وبنعيش في دور ان احنا اتظلمنا فيها، لكن احنا بنكون مش مظلومين في حاجات كتير، بس مش عايزين نعلن عنها. تمام تمام. لكن تاكد ان نادي الزمالك والله العظيم قوي وبياخد حقه. طيب احنا بنعرض ده ولو ان السوشيال ميديا كلها عرضته، بس ده اهداء برضه للاستاذ عبد الله الكعبي، مخلينا حديثنا معاه وبعض العقلاء او معظم العقلاء من جمهور نادي الزمالك الشقيق، عشان يعرفوا الحقيقه. والله هي دي الحقيقه اللي طلعت كده. على فكره الاستاذ عمرو الدردير حاول ان يقول ان الكلام اتخذ من سياقه، وعلى فكره الاستاذ هاني حتحوت قال له لا يا عمرو، ده صوت وصوره، ده صوتك وصورتك بس. هو كان بيتكلم الكلاب هاوس ده عباره عن مجموعه بتقعد تدردش متقلهم انهم لوحديهم، فبتطلع الكلام طلع بالطريقه دي، وهو ما ظهر على لسان رموز كبيره اخرى من الزملكاويه في امور اخرى كثيره توضح لماذا يفوز الاهلي ولماذا احيانا يفوز الزمالك. حتى دي يعني، واحنا ما نرجعش نتحاجج بيها لان احنا شايفين ان برضه مقضيه وحلو. طيب اذا كان الراي الغلط بيطلع بره وتبني عليه وجهات نظر انتوا شفتوها قد ايه فيها انتقاص من حق الاهلي، لكن هنا في الداخل وفي قناه النيل للرياضه، احنا بس عشان نقفل حته الاستاذ عبد الله، احنا نتحدث معك بحسن الظن، واحنا حسن ظننا انك لم تقصد الاساءه للنادي الاهلي، ولكنك وصلت لك معلومات قلتها. ارجو ان تراجع نفسك وتتاكد من الحقيقه وتعلنها. هنا بقى في النيل للرياضه، قناه الدوله، قناه رسميه، قناه التلفزيون المصري الرياضيه، الزميل العزيز طارق رضوان بيتكلم عن جدول الدوري. جدول الدوري والمباريات، والاهلي موجود في تونس. نسمع طارق رضوان تعليقه على جدول الدوري.
اللي انا مختلف فيه بقى مع لجنه المسابقات ومع اتحاد الكره ولا ادري له سببا. الاهلي كان عنده مباراه مع نادي البنك الاهلي وعنده مباراه مع اسوان يوم 7 يونيو. طيب تم التاجيل ليه؟ برضو مش لاقي السبب المبرر. ازاي بتيجي انت النهارده هتقابل فريق والفريق ده من فرق المؤخره اللي بيتنافس مع 6-7 فرق على البقاء في المسابقه، فلما المباراه بتتاجل انت بتريحه، وممكن يكون عنده مباراه بعد 3 ايام مع فريق من الفرق اللي بتتنافس معاه على المؤخره برضو او على البقاء، يبقى انت ريحت الفريق ده 7 ايام ما لعبش، والفريق الثاني اللي ما عندوش مباراه اتاجلت ده هيلعب بعد 3 ايام. عشان تنجح الدوري لابد ان يكون تكافؤ فرص، لابد ان يكون في عداله. يا استاذ ابراهيم انا هدي لك، لان عندك كلام مهم تقوله، لكن هو عيني من كتر ما بيعيشوا المشكله والله بينسوا، بينسوا الحقيقه وبيوقعوا نفسهم في هذا المحظور اللي هتكشفه دلوقتي. يعني انا اربأ بطارق رضوان لانه مبدئيا راجل متابع، كونه زملكاوي وحفيد الكابتن لطيف عليه رحمه الله دي قضيه ثانيه، لكن اعتقد قليل من المتابعه كان يخلي الزميل طارق رضوان ياخد باله. انت بتتكلم يا عم طارق في فتره الاجنده الدوليه، لا الاهلي ولا غيره كان ينفع يلعب مع البنك الاهلي ولا البنك المصري ولا اي حد، ولا ترجي ولا غيره ولا اي حد. انت بتتكلم انه الاهلي كان لازم يلعب عشان تكافؤ الفرص، الشماعه الجديده بتاعه اليومين دول، لا لا كان لازم يلعب مع البنك الاهلي يوم 1 يونيو ومع اسوان يوم 7 يونيو، بس ما لعبش ليه؟ امال فين العداله؟ فين بقى اللبانه بتاعه اليومين دول؟ فين العداله وفين تكافؤ الفرص؟ هو يا استاذ ابراهيم هو مش هيلعب الماتشات دي، يعني الماتشات اللي اتاجلت دي حتى لو بس بس هو هذا الميعاد اللي انت تتباكى عليه وتعتقد ان الاهلي اتجامل فيه، انت مش واخد بالك انه من 31 مايو ل 15 يونيو دي فتره اجنده دوليه، ده الفيفا دي، ده اللي لا الاهلي ولا غير اي فريق الزمالك في فيه؟ ما بيلعبش. ما هو الزمالك ما لعبش، اشمعنى عايز تلعب الاهلي وهو موجود في تونس يلعب بظل الاهلي مع البنك الاهلي ومع اسوان؟ ده كان محظور اللعب يا استاذ طارق. فعشان تطلع قناه النيل للرياضه تقول انه مفيش عداله والدوري مفيهوش تكافؤ فرص والاهلي بيتجامل، لا اعتقد كده فيه افتراء كبير جدا على الحقيقه، زي ما في افتراء كبير قوي بقى على التاريخ. بالمناسبه وبنسبه التاريخ، النهارده 25 يونيو ذكرى مباراه شهدت اغرب وقائع تزييف التاريخ، الاهلي والزمالك قمه 96، مباراه ادرع بعظيم اللي كل جماهير الكره اللي عاصروها فاكرينها وفاكرين تفاصيلها. الاهلي يفوز 2-0، الزمالك ينسحب بعد الهدف الثاني وتقريبا كان باقي 10 دقائق او 12 دقيقه على نهايه المباراه. هنفكركم بالهدفين، هدف احمد فيليكس، هدف احمد فيليكس ثم هدف حسام حسن، بعد هدف حسام وهو هدف هتشوفوا مدى صحته ايه ينسحب الزمالك. حسام عرابي وهجمات النادي الاهلي كله بيشوفها من ناحيه الشمال، وفيليكس بيتحرك تحرك سليم، هو سيب وبيلقي يلقي بكلمه الافتتاح ومس النهارده. العاده بتبين المونيتور وفي التلفزيون وجهاز العاده ونزل كان عنده بيتكلم جاب المرسي. انما انتم شايفين على الشاشه الاهلي مسيطر وابتدى يفتح ثغرات في كلا الاجناب الايمن والايسر، وهشام حنفي ويقدر هشام وبيحطها حلوه 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 يا حسام، وتروح لوليد، وليد يجيد المراوغه انما مبتعد بعيد فتره عن مباريات الاصابه، وتروح لحسام حسن، وحسام حسن بيحط الجول الثاني، حسام حسن بيجيب الجول الثاني، المهاجم بيحطها حلوه قوي، انما التمريره كمان حلوه، تمريره حلوه وبتتحط حسام حسن على يمين على طبعا شفتوه كلكم قبل ما تشوفوا الحاجات بقى اللي على لسان اصحابها، شفتوا ان كابتن حسام متغطي بمتر على الاقل، متغطي بمتر على الاقل اللي انسحبوا بحجه انه تسلل. هقول لكم الماتش ده لانه ده 25 يونيو 96 نهائي دوري 95-96، الاهلي كان داخل هذه المباراه عنده 67 نقطه والزمالك عنده 66 نقطه، والفارق الاهداف لصالح الزمالك، التعادل
التعادل كان يبقى افضل للزمالك. الزمالك كان لسه له مباراه مع القناه في الاسماعيليه، والاهلي لا بديل له عن الفوز لانه هيلعب مع الاسماعيلي في القاهره. الاهلي سجل الهدف الثاني، المدير الفني للزمالك الكابتن احمد رفعت، بالمناسبه الكابتن فاروق جعفر لما سالوه بعد ماتش 6-1 قال لهم فاكرين ماتش قادر وعظيم، لو ما انسحبناش كان هيبقى كده. لكن الحقيقه انا ليه بقول لكم فكره الافتراء على الحقيقه، لانه دي واقعه بمناسبه ان النهارده تاريخها والتذكير الاجيال الجديده من الجماهير، دي واقعه الانسحاب. ده مين اللي مش يعني مشاهد الانسحاب ماشي خلاص، لكن الكابتن عفت نصار، الكابتن عفت نصار بعد الواقعه بكتير قوي الحقيقه استخدم حاجات غريبه جدا عن هذه المباراه، لدرجه انه بيحلف بحاجات غريبه جدا. نشوف الكابتن عفت نصار في هذا الافتراء الجديد على الحقيقه بمناسبه مباراه 96. الموضوع بتاع كابتن ادري عبد العظيم، جينا وقفنا في السلام الجمهوري، جمال غندور دخل وخرج ادري من اوضه اللبس ووقف قدامنا وهو اللي هيحكم المباراه بالعافيه. اني عداله؟ انا كلاعب نادي الزمالك في الوقت ده احس بايه؟ احس ان انا مهما هعمل يعني والله العظيم والله العظيم والله العظيم ادري عبد العظيم قال لي والله العظيم هتتغلبوا لو عملتوا اللي النهارده. وبعدها باسبوع ادري عبد العظيم كان هو اللي ماسك قناه النادي الاهلي البرامج الرياضيه في النادي الاهلي. عادي مكافاه عاديه وعلى الملأ. انت عايز تتكلم على انهي سنه؟ الفريق احلام. طب ده ما كانتش قناه الاهلي، كانتش موجوده. لا كانت موجوده قناه الاهلي في الوقت دوت. لا ما كانتش موجوده. لا كانت موجوده ومسك ادري بعدها، مسك ادري بعدها، مش ممكن مسك ادري بعدها مدير البرامج الرياضيه في النادي الاهلي. في النادي الاهلي برامج رياضيه في النادي الاهلي ازاي؟ في قناه النادي الاهلي. ما كانش فيه قناه النادي الاهلي ساعتها. لا كان فيه. بص بقى يا باشمهندس، عشان تصدق انه الكابتن ادري عبد العظيم حلف للكابتن عفت نصار قبل المباراه والله العظيم لو عملتوا ايه اللي النهارده هتتغلبوا. كلام يخش في عقل حد ده؟ لو عايز تدخل في مخك انه في حكم بيحلف بالله العظيم قبل الماتش ان الاهلي هيكسب، لو عايز تدخل دي في الجزء ده دخل في الجزء الثاني انه سنه 2008 بتيجي قبل سنه 2000 او 96، لانه الراجل عمال يحلف بالله العظيم انه بعد المباراه ادري عبد العظيم كافئوه مسك مدير البرامج الرياضيه في قناه الاهلي. الكلام ده يوم كام؟ 25 يونيو 96. قناه الاهلي بدات 2008 6/8/2008، 12 سنه فرق. فال 12 سنه دول ولا كابتن ادري عبد العظيم عمره ظهر على شاشه الاهلي، هي دي النقطه بقى، ولا في برامج رياضيه في قناه الاهلي. لا هي قناه رياضيه برامج رياضيه يعني هي قناه عامه مسك البرامج الرياضيه فيها نمره 2 عمره ما عتبها. انما إيه؟ عايز تصدق دي صدق دي. بس انا على فكره بس بجد اللي مزعلني في الجزئيه دي استسهال الحلف بالله. ازاي بيقسم بالله العظيم ان ده حصل بجد بقى؟ ازاي بيقسم بالله ان ادري عبد العظيم قال له كده؟ الكلام ده يا استاذ ابراهيم مشكلته ايه؟ ان يطلع لك ناس زي الاستاذ عبد الله الكعبي يصدقوا الكلام ده، يرددوه على انه حقائق ويستخدموه ضد الاهلي بجد. طب على فكره بقى، ايه اللي خلى اتحاد الكره المشكله حصلت وقتها؟ انه في اصرار زي الايام دي على انه مباراه القمه حكم مصري، مباراه الدور الاول حكمها الكابتن جمال الغندور، وده كان بتعليمات الجهات المسؤوله في الدوله انه الحكم المصري يحكم. طيب خلاص، كابتن جمال الغندور ادار مباراه الدور الاول، الدور الثاني تم اختيار الكابتن ادري عبد العظيم. بس الغريب جدا ان الكابتن جمال الغندور في مشهد ان هم كل الحكام المرشحين نزلوا ارض الملعب عشان ما حدش يعرف مين، جمال الغندور قال راي مهم عن ادري عبد العظيم وعن ظروف المباراه. كابتن نبيل نصير مدير الكوره في نادي الزمالك، هو نازلين احنا الثمانيه، احنا نازلين الملعب، قال لي بقول لك ايه، لو انت مش الحكم مش هنلعب. ماشي. حصل هرج ومرج في الملعب انا مش عارف له حاجه، لدرجه ان احنا نازلين بقى خلاص عشان نبدا المباراه، والكابتن ادري نازل بقى، شفت انت وانسحاب والرجوع وقصه لكن شهاده لله. شهاده لله. اداء ادري عبد العظيم في هذه المباراه كان افضل مبارياته اللي عملها في تاريخ حياته. جميل. ما عندوش ولا خطأ. ماشي. في خلال هذه المباراة. ماشي. اللي انسحب فيها الزمالك. والهدف ما كانش تسلل حتى، الهدف التاني ده لا اللي هو. الهدف سليم. صحيح. يعني
يعني لما الكابتن الغندور يقول له ان كابتن نبيل نصير قال له وهو الحكم الذي حكم المباراه الاولى لو مش انت مش هنلعب من قبل وهم بيسخنوا وبعدين شهادته في زميل انه احسن مباراه اداها وما عندوش ولا غلطه بس هو المشكله كانت على كره فيها شك مش بعد كده ده بعد كده بعد الفاصل هنشوف اللي بعد كده حصل ايه كلام يضحك قوي ما تخافش على الاهلي اهلا بحضراتكم من جديد بصوا دي وقعت 25 يونيو 96 زي النهارده واحنا بنعرضها علشان تشوفوا كميه الزيف اللي بيحصل للحقائق وكميه تضليل الراي العام والضحك على الشباب الجديد في الدعاءات المظلوميه وانه الاهلي حصل له كذا شفتوا الكابتن جمال الغندور وهو بينقل على الكابتن نبيل نصير اللي قاله له قبل المباراه وشفتوا الهدف نفسه كان مدى سلامته ازاي على فكرة اللي أفسد الأوفسايد على الكابتن حسام حسن اللي حرق التسلل رامبو نبيل محمود مدافع الزمالك كان له رأي مهم جدا أو شهادة للأمانة مع الكابتن مدحت شلبي الكرة أوفسايد ولا لأ وإيه هدف الانسحاب فبأمانة كان خروجنا من المباراة يعني خلاص هو كان النادي الأهلي كان يكفي التعادل ناخد الدوري في المباراة دي نعم. وطبعا النتيجة كانت 1-0 والهدف ده أعتقد كان في الدقيقة يعني 42-43 تقريبا يعني المباراة كانت انتهت والدوري كان انتهى فاحنا يعني كده بالبلدي كده قلنا ايه نضلمها بقى علينا وعلى النادي الأهلي وعلى كله ونعمل الواقعة دي بأمانة يعني لكن هي الكورة ما كانتش أوفسايد خالص بقى. لا طبعا ما كانتش أوفسايد وهو الراجل بيقول الكورة ما كانتش أوفسايد وعلى فكره كملها بعد كده اللي احنا كنا عايزين بس نضرب كرسي في القلوب عشان نبوظ اليوم وده اللي قاله كمان مؤخرا الكابتن عصام مرعي نشوف في المباراه اللي هي الفيصل مباراه النادي الاهلي اللي احنا خسرنا فيها 2-0 اللي كان فيها الهدف الثاني اللي اتقال عليه ان هو تسلل او اوفسايد هو مش تسلل ولا اوفسايد ولا اي حاجه احنا واحنا في اوضه اللبس خسرنا الماتش ليه لاننا صوتنا بقى قد كده وخناقات ومش هنلعب الماتش وهنلعب الماتش ليه لاننا مش عايزين يبقى كابتن قادر هو اللي موجود في الملعب ايوه يا كابتن بس انا في الاخر افرض انا كفريق النهارده جه اي واحد فطلعت قلت بس انا عايز ده انت وقعت لا خالص طيب الكابتن قادر عبد العظيم لعب المباراه ديت على فكره ما كانش في اي خطا في هذه المباراه لكن في نفس الوقت ان انت تكون من البدايه محضر ان في تربص بيك او كل الكلام ده كله هو ده اللي خسرنا المباراه قبل ما نلعبها وحضرتك بتعترف دلوقتي ان ده كان وهم ولا في اي حاجه دول اصحاب الحقيقه كابتن نبيل محمود كابتن عصام مرعي ها كابتن خالد كابتن جمال الغندور الحقيقه واضحه وضوح كلام الشمس كلام كابتن عصام كلام عصام مرعي ده مهم جدا وهو فسر لك احنا كنا بنتلاكك من قبل الماتش يوم ما يحصل كذا هنعمل كذا وهنا بقى الكلام اللي بعد شويه الناس تجدي بالكذبه وتصدقها وتصدرها للاجيال المتعاقبة ان ده حصل يتلقفها البعض الذي يريد ان يتلقفها ويستخدمها سواء داخل مصر او خارج مصر وتبقى تخش في هذه الديلمة شأنها شأن حاجات كتير جدا عمالين يا جماعة نأكدها لكم بالدليل لأصحاب العقول وأصحاب الضمائر اللي عايزة تصل للحقيقة مش اللي عايزة توصل للهبد وتزييف الواقع وتزييف الحقيقة لان دي عمليه هتنفع بعض الوقت ولكن هتتكشف لان في ناس وراها لها بالمرصاد دي كانت على فكره شهاده مهمه جدا للاطراف المعنيه كنا نقدر نستعرض راي الكابتن قادر عبد العظيم نفسه وهو بيحكي عن قصه اللي حصل والكابتن محمد توفيق حامل الرايه اللي كان ناحيته او مسؤول عن اللعبه وازاي هو كان متاكد من سلامتها بس لقينا راي رامبو يجب كل حاجه لانه الراجل قال لك انا اللي كنت مغطي وحسام حسن مش اوفسايد احنا حبينا نضرب كرسي في الكلوب ما دام الاهلي كده كسبان والماتش بيخلص وراي الكابتن عصام مرعي زي ما المهندس عادل قال اخطر ما فيه ان يقول لك احنا من قبل المباراه مخططين لكده احنا من قبل المباراه مشغولين بالاعتراض على الحكم
احنا من قبل المباراه كل همنا رفض قادر عبد العظيم، والكابتن نبيل نصير يقول للكابتن جمال الغندور لو انت لو مش انت اللي هتحكم مش هنكمل الماتش او مش هنلعب. فشوف التخطيط المسبق ويتقال كلام للاجيال الجديده الاهلي بيتجامل والتحكيم مع الاهلي واصله مش عارف حصل ايه، وتسمعوا اكاذيب كتيره جدا. عيش في المظلوميه كما شئت، اخلق لنفسك من الشماعات كما تريد، بس بلاش الاهلي، بلاش التجني على حقائق البطولات للاجيال، بلاش تصدير صوره للخارج تستخدم بالشكل اللي انتوا شفتوه. نتمنى ان تكون الصوره وضحت في كثير من الامور، لكن دايما وابدا مهما فعل هؤلاء يبقى طريق الاهلي باستمرار وفي كل العصور مضاء بالشموع الحمراء، التتش، المرجعية الأسطورية، كابتن محمود مختار تتش، الحارس الأمين على تقاليد ومبادئ النادي الأهلي يا باشمهندس. هي أنا قلت لك النادي الأهلي اتبنى بشكل معين، وكان في حرص على تداول تقاليد معينة تحافظ على فكرة الغرض من إنشاء النادي الأهلي، إنه بيقدم المواطن الصالح وبيرعى المبادئ والقيم وإنه يكون نموذج مشرف للرياضي المصري. وشفنا عبر تاريخه إسهامات قياداته في تمصير الرياضة المصرية. لكن محطات توارث هذه التقاليد لماذا توقفت عند محمود مختار التتش ليكون العلامة الأبرز والصورة الذهنية التي تقفز إلى ذهن أي رياضي مش أهلاوي بس عندما يتقال مبادئ يقولك التتش؟ سؤال هنا أنا هجاوبنا عليه. هنا هفتح قوسين لجملة بره السياق ده. كابتن محمود مختار التتش واحد من تقريبا 50 كابتن حملوا شارة النادي، كابتن النادي الأهلي، كان أول كابتن للنادي الأهلي أحمد فؤاد أنور وآخرهم الشناوي. هنا أنا عايز أقول حاجة بره السياق الكابتن محمود مختار التتش. ما بحبش أبدا تصنيف أي كابتن للأهلي إنه ده الكابتن التاريخي. شادي محمد على وجه التحديد واحد من نجوم العصر الذهبي اللي أدوا بكل الإخلاص مع كل زمايله في الجيل الذهبي، بس ما بحبش هذا التصنيف، فكرة إنه ده كابتن تاريخي. لو هي الفكرة بعدد رفع الكؤوس اللي شالها شادي محمد طبعا انجاز رائع جدا، وبقول لكم انا بحبه على المستوى الشخصي وشايف فيه عطاء واخلاص كتير، بس يا جماعه بلاش تصنيف مين كابتن تاريخي ومين مش كابتن تاريخي، لانه كابتن محمود مختار التتش بعظمته وحرصه على تقاليد النادي الاهلي لم يوصف ابدا بانه هو إنه كابتن تاريخي. برضه بيبقى الفضل للجيل حتى يعني الكابتن، لان احنا كده جربنا الكره من الجماعيه بالظبط. يعني انت حققت البطولات دي كلها لان الجيل ده حقق البطولات دي كلها، لانه حتى الجيل الاولاني الجيل والراجل ما ادعاش ان ده مش هو مش شادي يعني. مش شادي، انا بتكلم على الاعلام والاعلام الاهلاوي على وجه التحديد، علشان ما نكونش بنفرق بين كباتن الاهلي عبر التاريخ، ده كابتن تاريخي فالتاني يبقى اقل. لا، التسعة دوري بالمناسبة التاريخيين للنادي الأهلي بدأهم كابتن أحمد مكاوي ككابتن، ثم بعديها كابتن